السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغرقنا 11 حلقة في شرح الاوتونوميك نيرف سيستم، وقلنا ان هو جزء مهم جدا من الاجزاء المهمة في علم الفارماكولوجي واديناه حقه. النهارده معدنا مع حلقة المراجعة، حلقة ليلة الامتحان، ان احنا نراجع على الجزء ده كله مراجعة سريعة ونقول اهم النقاط المهمة اللي ممكن تبقى موضع امتحان. بعد كده هنقول اسئلة في جزء الاوتونوميك نيرف سيستم ونعرف حلها مع بعض. تعالوا بينا نتابع حلقة النهاردة، اتمنى ان الحلقة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم داشان حسن داشان، وجمعنا في حلقة جديدة من حلقات اللي بنسجلها في فارماتيوب من كتاب فارماجايد. حلقتنا النهاردة هي حلقة مراجعة والأسئلة لجزء الأوتونوميك نيرف سيستم. اتفقنا إن جزء الأوتونوميك نيرف سيستم ده من أهم الأجزاء في علم الفارماكولوجي، في حلقتنا النهاردة هنراجع على الجزء كله، وهيبقى رتمنا في المراجعة سريع لأن إحنا هنشوف كم كبير من الأسئلة اللي هنجاوب على كل سؤال فيهم. في حلقتنا النهاردة هي نهاية الجزء ده، وان شاء الله في الحلقه القادمه هنبدا جزء جديد. زي ما احنا شايفين كتاب فارماجايد قصادنا، فاتحين على اول صفحه في جزء الاوتونوميك نيرف سيستم، الصفحه اللي بتضم الموضوعات او الفهرس اللي بيضم الموضوعات اللي بنشرحها في جزء الاوتونوميك نيرف سيستم بارقام الصفحات. اتفقنا ان احنا في بدايه شرحنا لجزء الاوتونوميك نيرف سيستم اتكلمنا على السمباثيك والباراسمباثيك، اتكلمنا على النيورو ترانسميترز، وعرفنا يعني ايه اوتونوميك ريسبتورز، وعرفنا يعني ايه لما نعمل سيميليشن للسمباثيك او الباراسمباثيك. واستغرق شرحنا للموضوعات دي الحلقتين، اول حلقتين في جزء الاوتونوميك نيرف سيستم. بعد كده دخلنا في الباراسمباثيك دراجز او الكولينرجيك دراجز، اتكلمنا على الكولينوسيبتور اجونيسيس او الكولينرجيك اجونيسيس، وبعدين اتكلمنا على الكولينرجيك انتاجونيسيس، بعدها اتكلمنا على الادرينرجيك دراجز، ادرينرجيك اجونيسيس وادرينرجيك انتاجونيسيس. تعالوا بينا نبدا اول جزء في حلقتنا النهارده، ومراجعه سريعه، وهيبقى رتمنا سريع في الحلقه لان احنا عايزين نشرح بسرعه، لان احنا هنقول كم كبير، او نراجع بسرعه لان احنا هنقول كم كبير من الاسئله اللي هنشرحها في حلقتنا النهارده. طبعا اتكلمنا عن النيرفوس سيستم بيتكون من سنترال وبريفرال. اللي يهمنا هو البريفرال نيرفوس سيستم، في جزئنا ده بيتكون من افرنت وافرنت. الافرنت بيتكون من سوماتيك واوتونوميك نيرفوس سيستم. السوماتيك نيرفوس سيستم مهم جدا انك تعرف ان هو بيعمل سبلاي للسكيليتال ماسل، ما يحصلوش ريلي للجانجليا. طبعا العكس بيحصل، ان الاوتونوميك نيرفوس سيستم سبلاي للكارديك ماسل سموث ماسل اكسوكراين جلاند، بيعمل له ريلي للجانجليا في بري جانجليونيك فايبر، في بوست جانجليونيك فايبر، وبيبقى انفولنتري كنترول. اما السوماتيك بيبقى فولنتري كنترول. بعدين اتكلمنا على انواع الاوتونوميك نيرفوس سيستم، قلنا سمباثيك وباراسمباثيك، وفي نوع ثالث اسمه انتيريك نيورونز، مش مهم ان احنا نعرفه او نتدخل في تفاصيل فيه. بعد كده اتكلمنا على الانيرفيشن، يعني كل عضو من الاعضاء بيدخل له سيمباثيتك وباراسيمباثيتك، وقلنا وظيفه الاستيميوليشن بتاع كل واحد من الاثنين. قلنا في بعض الاعضاء بيدخل لها حاجه واحده بس، سواء كان سيمباثيتك او باراسيمباثيتك، زي اهم اورجان زي الكفان على الاي اللي هو الايرس فينكتر ماسل، ده بيدخل في الباراسيمباثيتك. اما الايرس دايليتور ماسل اللي هو المسؤول عن الدايليتيشن، هو السيمباثيتك عن طريق ريسبتور الفا 1. وفي بعض الاعضاء الثانيه يهمني برضو ان انا اعرف ان النيورو ترانسميتر مهم جدا، ان هي بتخرج من البري سيناب وبعدين تطلع تشتغل على الريسبتور اللي في البوست سيناب وتنقل النيرف امبلس. واتفقنا ان الكيميكال نيورو ترانسميتر في الباراسمباثيك والاستايلكولين، والكيميكال نيورو ترانسميتر في السمباثيك والادرينالين والنور ادرينالين. كمان في الكيميكال ترانسميتر في الجانجليا، سواء كان سمباثيك او باراسمباثيك، هي الاستايلكولين. بعد كده في حاجات ما نون ادرينرجيك او نون كولينرجيك ترانسميشن، يعني حاجات بتشتغل ككو ترانسميتر. يهمني قوي ان انا اعرف ان حاجه من الحاجات دي هو النيتريك اوكسايد، بيشتغل ككو ترانسميتر في الباراسمباثيك، والمسؤول على الفازودايليتيشن في البلاد فيزلز. بعدين دخلنا في موضوع الريسبتورز. قبل ما ندخل فيه قلنا ان احنا لازم نعرف انواع الريسبتورز، ويهمنا قوي نوع الجي بروتين كابلد ريسبتورز، وايه هي انواع عشان اقدر افهم شغل الريسبتورز. بعد كده اتكلمنا على الريسبتورز، واتفقنا قلنا ان الباراسمباثيك ريسبتورز في منه نوعين، بريفرال وسنترال، او نيكوتينيك وماسكارينيك. قلنا ان النيكوتينيك دول نوعين نعرفهم كويس، ان ان اللي هو نيكوتينيك نيورال، والتقسيمه دي ما هياش تقسيمه يعني طبيعيه، هي بتقسيمه لسهوله حفظ الريسبتورز، ولكن بيقسموا النيكوتينيك ريسبتور على حسب الاستراكشر بتاعها. قلنا ان هي ان ان يعني موجوده في النيورال، في موجوده في الاماكن اللي فيها نيورال زي الاوتونوميك جانجليا الادرينالمدله سنترال نيرف سيستم. اما الان ام موجود في النيورو ماسكولار، موجود في النيورو ماسكولار جانكشن، وده المسؤول عن الماسل كونتراكشن. اما الماسكارينيك ريسبتورز قلنا ان هم خمس انواع، يهمني اول ثلاث انواع اللي هم معروف وظيفتهم كويس. الام 1 اللي هو النيورال، موجود في النيورال زي السي ان اس والجاستريك بارايتال سيل، وده الجي كيو يعني بيبقى اكسايتاتوري افكت. اما الام 2 موجود في، يهمني قوي ان هو موجود في الاتريا في الهارت، مسؤول عن الكارديك انهيبيتوري اكشن. الام 3 ده مهم جدا لانه متوزع توزيع كبير في الجسم، موجود في الاكسوكراين جلاند، جلاندس والسموث ماسلز والبلاد فيزلز والسيركولار ماسل والسيلياري
ماسل. بعد كده اتكلمنا على سمباثيك او الادرينرجيك ريسبتورز، قلنا ان في عندي نوعين الفا وبيتا. الفا 1 دي جي كيو يعني اكسايتاتوري افكت او ستيمولاتوري افكت، موجوده في اماكن كتيره زي الفاسكولار سموث ماسل، زي الريدال ماسل، زي الجي اي تي سفنكتر والبايلو موتور ماسل والبروستات سموث ماسل. مهم جدا تعرف كل مكان في الاماكن دي، لان احنا لما نيجي نشتغل على الريسبتور ده في اي مكان من الاماكن ده هيبقى ليه وظيفه للدواء اللي بيتم استخدامه. اما الالفا 2 يهمنا ان انت تعرف فيه موجوده في بري سيناب، لان اللي هي البري سيناب لما يجي يشتغل الالفا 2 اللي هو انهيبيتوري على البري سيناب فيعمل انهيبيشن للبري سيناب، يعني معنى كده ان هيحصل انهيبيشن للنيورو ترانسميتر ريليز، يعني ممكن نقول ان هو بيعمل انهيبيشن للسمباثيك اوت فلو نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، ده الميكانيزم اللي اتكلمنا عليه دلوقتي. اما موجوده في مكان ثاني زي البنكرياس وبيعمل انهيبيشن للانسولين ريليز، نتكلم على البيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3 الثلاثه جي اس، ولكن الاختلاف في البيتا 1 والبيتا 2 ان البيتا 2 موجود، البيتا 1 موجوده في الهارت وكمان البيتا 2 موجوده في الهارت، والاختلاف هنا ان الاثنين دول جي اس، ولكن البيتا 1 مسؤول عن كونتراكشن واكزيتاتور افكت في الهارت، اما في السموث ماسل البيتا 2 بما انها جي اس ولكن بيحصل انهيبيتور افكت نتيجه ان السايكليك ادرينالين مونوفوسفيت لما يزيد في الهارت ماسل غير لما يزيد في السموث ماسل. لما يزيد في الهارت ماسل يعمل هارت كونتراكشن او بيزود الهارت ريت او بيزود فورس اوف كونتراكشن، اما في السموث ماسل مسؤول عن البرونكو دايليتيشن او سموث ماسل ريلاكسيشن سواء كان في جي تي او اليوترس او برونكاي. موجوده ايضا البيتا 2 في السكيلتال ماسل مسؤول عن تريمورز، مسؤول عن فازو دايليتيشن، موجوده في ليفر جلايكوجينوليسيس ماسلز. اما البيتا 3 مسؤول موجوده في الفاتيش او الادبوسيس، مسؤول عن انكريز لايبول وسيرموجينيسيس. في عندنا الدوبامين ريسبتورز هنعرفها قوي في جزء السنترال نيرفس سيستم. بعد كده اتكلمنا على الايفكت اوف ستيميشن في باراسمباثيك اند سمباثيك، اعتقد ان دي حاجه سهله مش محتاجه مراجعه الايفكت بتاع كل واحد على الاورجنز المختلفه دي. بعد كده اتكلمنا ودخلنا في الادويه اللي شغاله على الاوتونوميك نيرفس سيستم، قلنا ادويه شغاله باراسمباثيك، ادويه شغاله سمباثيك. الادويه الباراسمباثيك كولينرجيك اجونست، كولينرجيك انتاجونست. الكولينرجيك اجونست نوعين سواء كان هتشتغل على الماسكارينيك سيستم او ماسكارينيك اجونست او نيكوتينيك اجونست. تعالوا بينا نراجع كل دواء وكل ما يميز بسرعه جدا علشان ما تبقاش حلقتنا طويله. الاستالكولين يهمنا قوي ان انت تعرف ان الاستالكولين ما بيعديش بلاد برين بارير او يعني لانه هو كواتيرنر امونيا كومباوند بيحمل شحنه موجبه فمش هيعدي. كمان هو موجود اصلا اوريدي موجود في السي ان اس فمش محتاج ان هو يعدي في بيحصل له سينثيسيس داخل السنترال نيرفس سيستم. ممكن حد يتساءل هو الاستالكولين ما بعديش برين بارير يبقى ازاي بيشتغل في المخ؟ ده سؤال ممكن حد يساله. اتكلمنا على تصنيعه وازاي بيخرج وازاي بيحصل له ريليز. اهم حاجه تعرف ان هو بيحصل له انكتيفيشن في انزيم استالكوليستريز انزيم، وده بيعمل المسؤول عن الدي اكتيفيشن او الانكتيفيشن بتاع الاستالكولين. الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه طبعا معروف جدا شغله على الباراسمباثيك. اهم حاجه يعرف ان تعرفها في الاستالكولين ان هو ما بيستخدمش نوت كلينيكالي يوزد. ليه بقى؟ لان حاجتين سببين مهم ممكن تسيت فيهم، عشان هو بيشتغل على كل الريسبتور سواء كانت مسكنك او نيكوتينك يعني ما فيهوش سيلكتيفيتي في الاكشن. كمان هو شورت ديوريشن اوف اكشن لانه بيحصل له اول ما بيتحقن بيحصل له رابيد inactivation بالكولينستريز انزيم، لذلك بيقتصر استخدامه جراحيا وده ممكن يتم استخدامه. لكن لو حد سألك هل هو بيستخدم، هو لا يستخدم للسببين اللي قلنا لهم اللي قلناهم دلوقتي. بعد كده اتكلمنا على الكارباكول، ده من احد الحاجات المشتقه من الاستالكولين. كارباكول ده بيعمل ريزيست للكولينستريز انزيم، يعني ما بيتكسرش بالكولينستريز انزيم، وهو نون سيلكتيف برضه بيشتغل على نيكوتينيك وماسكارينيك. ويقتصر استخدام الكارباكول كقطره لعلاج الجلوكوما لانه بيعمل ميوزس، ولما يعمل ميوزس هيزود الاوت فلو بتاع الاكوس هيومر في الاوت فلو. زي ما اتفقنا ان الاكوس هيومر بيطلع من هنا بيخرج من هنا، فالمفروض ان هو بيحصل له اوت فلو في الكانال اوف شليم. فالمهم ان هو لما يعمل ميوزس هيفتح القنوات دي فيبدا ان هو يزود الاوت فلو فهيقل الانترا اوكلر بريشر، والميكانيزم اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل. بعد كده البيسينيكول يهمنا انك تعرف ان هي شغال على الجي اي تي واليورينري بلادر، طبعا شغلها هيبقى معروف. البيسينيكول ده معروف جدا او ما يعني تعرف قوي ان هو بيستخدم في حاجه واحده بس، ان هو الدايجنوستيك يوزز بيستخدم في البرونكيال تشالنج تيست او الميسكولين تشالنج تيست، ان هو بيحصل له انهيليشن عن طريق ان هو لما الدكتور يديه للمريض اللي هو عنده ازمه او بيحصل له انهيليشن فبالتالي هيحصل له الازمه فيبدا يعمل دايجنوستس ان هو عنده الشخص ده ازماتيك بيشنت. بعد كده اتكلمنا على البايلوكاربين، من اول ان تعرف ان البايلوكاربين ده هو دراج اوف تشويس في الامرجنسي لورنج، بيقلل الانتراكولار بريشر، بيعالج
الجلوكوما نتيجه نفس الميكانيزم اللي اتكلمنا عليه من شويه، ان هو بيزود بيعمل ميوزس فبيزود الاوت فلو بتاع الاكيوس هيومر. بعد كده اتكلمنا عن دواء مهم جدا انك تعرفه، ان اسمه سيفيميلين، اللي هو موجود ببراند اسمه ايفوكساك، ده بيعالج مرض اسمه شوجرنز سيندروم، اللي هو مرض جفاف الفم والعين، وده مرض من الامراض الاوتو اميون ديزيز اللي بتكسر الاكسوكراين جلاندز المسؤوله عن التيرز والسلايفا. ده من ضمن الحاجات اللي انت تعرفها مهم جدا انك تعرفها. بعد كده اتكلمنا على ادويه تشتغل ان دايركت. يعني ايه ان دايركت؟ يعني مش هتشتغل على الريسبتور، ادويه هتشتغل ان دايركت يعني هتمنع الانزيم اللي بيكسر الاستالكرين، فبالتالي هو الاستالكرين هو اللي هيشتغل. قلنا الحاجات دي يا جماعه نوعين، حاجات ريفيرسيبل. يعني ايه ريفيرسيبل؟ يعني بترتبط بالانزيم وتفك منه تاني، بروابط ضعيفه بتفك منه تاني والانزيم يحصل له اكتيفيشن تاني. وفي حاجات ايرريفيرسيبل بترتبط بالانزيم وتبوظه والجسم بيستغرق وقت كبير جدا عشان يصنع انزيمز جديده. عندنا حاجات شورت اكتنج، الايدروفونيوم يهمنا قوي انك تعرف ان الايدروفونيوم ده عشان هو شورت اكتنج فما ينفعش يستخدم في الاستخدام اللي هو ثيرابيوتيك يوزز، يستخدم في حاجات دايجنوستيك يوزز، بيستخدم في الدايجنوزس اوف مايوسينيا جرافز اللي هو مرض الوهن العضلي، بيتحقن فبالتالي بيعمل رابيد انكريز للمسل سترينث نتيجه ان هو زود الاستالكولين في المكان ده، فالاستالكولين اشتغل على الكدريك ريسبتورز لف نيورو ماسكولار جنكشن فبالتالي عمل كونتراكشن. فبالتالي انت تعرف ان هنا او الدكتور يعرف شخص الحاله كويس ان الحاله دي عندها مايوسينيا جرافز نتيجه ان هو حصل لها فجاه بعد الحقن بعد الحقن ده حصل رابيد انكريز في المسل سترينث. وتعرف ان هو ممكن يستخدم في الانتيدوت في الناس اللي عندهم يعني حصل لهم تسمم بالكورير او الكورير لايك ايجنت او نيورو ماسكولار بلوكرز ايجنتس. بعد كده تعرف المقارنه، مهم جدا انك تعرف المقارنه دي لانها بتيجي في امتحانات كتير قوي، قارن بين نيوستجمين والفازوستجمين، اعتقد المقارنه شرحناها بكل سهوله. بعد كده تعرف قوي في البايريدوستجمين والامبينونيوم، من الحاجات دي يا جماعه من الحاجات اللي بتستخدم في المايسينيا جرافز على نطاق واسع، ديستجمين من الحاجات اللي بتشتغل في الجي اي تي والبلادر. تعرف مهم جدا انك تعرف ان في حاجات لها سيلكتيفيتي اكشن او سيلكتيفيتي افكت على السي ان اس اللي هم الاربعه دول تحفظهم كويس، التاكرين مع ان التاكرين ما بيستخدمش عشان هيباتوتوكسيستي افكت بتاعه وتم سحبه ولكن من فتره كبيره جدا، ولكن يهمنك تعرف اسمه لانه بيجي في الاسئله، تاكرين دونوبيزيل رايفالسيجمين جلانتامين، الثلاثه دول تعرفهم كويس جدا، هو بيشتغلوا في سي ان اس بيمنعوا الانزيم ده في السي ان اس فبالتالي الاستالكولين هيزيد في السي ان اس، فبالتالي تعرف انه الاستالكولين لو زاد في السي ان اس ممكن يبقى مفيد لمرض الناس اللي عندهم مرض الزهايمرز ديزيز، فبالتالي الحاجات دي بتستخدم في المرض ده. وتعرف ان السايد افكتس بتاعهم هو الجي اي دي ستريس بيعمل مشاكل في المعده. حاجات بقى ريفيرسبل اتفقنا عليها اورجانوفوسفيت، الحاجات اللي بترتبط بالانزيم ارتباط قوي جدا وبتبوظ الانزيم فبالتالي الاستالكولين يعني هيبدا يخرج بكميات كبيره جدا فيبدا يشتغل يعني بيشتغل على كل الريسبتورز هيعمل سايد افكتس كتيره ممكن يخش في توكسيسيتي، دي بنطلق على المركبات دي اورجانوفوسفيت كومباوندز. يهمنا قوي انك تعرف من المركبات دي مركب بيتم استخدامه في كأطرة لعلاج الجلوكوما اللي هو الايكوسايوفيت، تعرف الاسم كويس وتعرف استخدامه. يهمنا قوي انك تعرف ان في حاجات انسكسس كتيره جدا اسماء كتيره واشهرهم هو الملاسيون والباراسيون، يهمنا انك تعرف ان الملاسيون هو ليستوكسيك زي الباراسيون لانه بيتحول الى مواد غير ضاره في اللي هي الماميليان سبيشيز، ولكن في الانسكت اللي هي الطيور الحشرات سوري ما بيتحولش للمواد غير ضاره، لا هو بيفضل ضار فبيموت الحشرات. يبقى الملاسيون هو مور سيف او ليس توكسيك زي الباراسيون. نعرف ان الورجاز والحاجات اللي هي بتستخدم في الحروب وغازات الحروب والحاجات دي ومن الحاجات اللي هي برضو اورجانوفوسفيت، تعرف ان علامات الاورجانوفوسفيت تعرف قوي اللي هي الدامبلز دي، تعرف كل اختصار دي علامات التسمم بالاورجانوفوسفيت كومباوند او غازات الغازات اللي هي بتستخدم في الحروب او النيرف جازز. دي من الحاجات المهمه جدا انك تعرف الاعراض دي لان ممكن تيجي في على هيئه كيزس ممكن ان انت تتسال فيها. تعرف قوي ازاي تقدر تعالج الحالات دي، حالات التسمم بالاورجانوفوسفيت بويزنينج، تبدا استخدام اول حاجه برالدوكسين وتعرف وظيفته ايه. البرالدوكسين بيعمل ري اكتيفيشن للاستالكولين اللي باظ ده اللي ماسك بالاورجانوفوسفيت، بيفك هو الرابطه دي ويبدا يعمل ريليز للاستالكولين ستريز الانزيم اللي تم ارتباطه بالاورجانوفوسفيت هو اللي بيحرره او بيطلق سراحه. البرالدوكسين ده تعرف الدوز بتاعته في الحالات دي
لو حد مهتم ان هو يعرف الدوز او يعرفها كويس. البلادوكسين موجود في براند اسمه بروتوبام، وموجود على هيئه بين مع الاتروبين اللي هو الدوا دوت اللي موجود الاثنين مع بعض، الاتروبين والبلادوكسين. تعرف ان تاني حاجه بتستخدم هي الاتروبين عشان يقفل الماسكارينيك ريسبتورز سواء كان سنترالي او بريفرالي. بعد كده بيتعالج برضه بدايزيبام عشان الكونفالشن اللي بيحصل له، وبيتحط تحت اجهزه التنفس الصناعي. ده بالنسبه لكل الحاجات اللي شغاله على الماسكارينيك اجونيستس. اتكلمنا بعد كده عن نيكوتينك اجونيستس، قلنا النيكوتين مش موجود غير في براند اسمه نيكوريت عشان ناس يساعد الناس ان هي تبطل على التدخين، موجود في هيئه نيكوتين، غير كده ملوش اي استخدام. ده بيعمل ستيميوليشن للنيكوتينك ريسبتورز في السمول دوزز. عندنا دواء مهم جدا، دواء من الادويه الجديده اسمه فارينكلين. فارينكلين ده من الحاجات اللي بتستخدم على نطاق واسع جدا ان هي للاقلاع عن التدخين. تعرف ان هو بيشتغل ازاي؟ تعرف ان هو بيشتغل بارشال اجونيست على النيكوتينيك ريسبتورز. يهمني قوي انك تعرف الدوز بتاعته لانها مهمه جدا، ممكن حتى وانت واقف في الصيدليه مش لازم تيجي في امتحان هتتسال فيها، لو حد عايز يستخدم الدواء يقول لك انا استخدمه ازاي، فالدوز بتاعته لازم تبقى عارفها كويس. ده بالنسبه للحاجات اللي هي شغاله على النيكوتينيك ريسبتورز. تعالوا بينا بقى نقفل الماسكارينيك ريسبتورز. هنقفلها بدواء اساسي او دواء، اول دواء تم استخدامه هنا هو الاتروبين، فلذلك درسناه درسنا الاتروبين يعني بتفاصيله وكميات كبيره جدا. ليه؟ لان احنا الادويه اللي بتيجي بعده او الادويه اللي هي اتروبين سبستيتيوتس هنعرف ان احنا نقدر ان احنا نقارنها بكل سهوله بينها وبين الاتروبين. هنتكلم على الاتروبين يا جماعه، هنتكلم على الفارماكولوجيكال اكشن. معلش يا جماعه هنسرع شويه او هنقول الحاجات المهمه بس علشان وقت الحلقه ابتدى يمر معانا. الفارماكولوجيكال اكشن يا جماعه بتاع الاتروبين بيعمل حاجه مهمه جدا انك تعرفها، ان هي بيعمل باسف ميدرياسيس، والباسف ده مش نتيجه ان هو دايركت افكت على الريسبتور، لا هو بيشتغل بطريقه عكسيه شويه، بيقفل الماسكارينيك ريسبتورز، فبالتالي بيسمح لي السمباثيتك ان هو يشتغل، بيعمل سايكلوبليجيا بيرسل في البسيلير ماسل، ودي من الحاجات اللي بيتم استخدامها في على هيئه قطرات اللي يعمل بيفور اي اكزامينشن. يتم لو الدكتور عايز يفحص العين بيدي قطرات الاتروبين وحاجات مشتقه بالاتروبين. الهارت بيعمل حاجه مهمه جدا ان هو بيعمل تاكي كارديا نتيجه ان هو بيقفل الماسكارينيك ريسبتور، ولكن قلنا في حاجه كده نعرفها او في حاجه ان هو في السمول دوز بيعمل شغل وفي الهاي دوز بيعمل شغل، ولكن هو بيتم استخدامه بجرعاته بيتم استخدامها في علاج البرادي كارديا. في الجي اي دي دي حاجه مهمه جدا تعرفها كده اسمها انتي سبازموتيك افكت. على البلادر نفس الفكره، بيعمل ايه؟ بيعمل يورين ريتنشن نتيجه ان هو بيعمل كونتراكشن للسفنكتر وريلاكسيشن للبلادر وول. على البرونكاي بيعمل برونكو دايليتيشن، ولكن الافكت بتاعه غير ملحوظ عن الاتروبين سبستيتيوتس اللي هي حاجات خاصه او بتشتغل خاصه على اللنج، على الاكسوكراين جلاندس كلها، بيقلل السكريشن كلها، يعني ده بيقلل اي سكريشن بيحصل. على السي ان اس بجرعات مختلفه بيأثر على السينس. استخداماته زي ما اتفقنا في طب العيون بيستخدم بيفور اي اكزامينشن عن طريق ان هو بيعمل اكزامينشن للريتن او اي اكزامينشن، وفي حاجات بتستخدم مع الاتروبين حاجات مشتقه منه مهمه جدا انك تعرفها هنتكلم عليها دلوقتي. على الجي اي تي كانت سبازموتيك، على اليورين بلادر بيعمل في الناس عندهم تبول لا ارادي او الاوفر اكتيف بلادر سيندروم. على الكارديو فاسكولار سيستم نقدر ان احنا نشتغل نعالج البراديكارديا وبيعالجوا الاي في هارت بلوك. في من الحاجات اللي مهمه جدا الاتروبين ده في العمليات او في الاستقبال في اي مستشفى موجود وعلى طول جاهز للاستخدام لاي حاله من حالات الطوارئ اللي بتحتاج او بتتطلب الاتروبين. الريسبيراتوري ديس اوردرز بري انستيك ميديكيشن ابتدى يستخدم كروتين، حاجه ضروريه وحاجه معروفه ان الاتروبين بيستخدم في قبل اي عمليه جراحيه نتيجه حاجات مهمه جدا ممكن تتسال فيها. يقول لك ليه الاتروبين بيستخدم في قبل العمليات الجراحيه؟ هتقول له الثلاث اسباب دول. بعد كده عن الكولينرجيك بويزنج الاورجانوفوسفيت بويزنج، الاتروبين بيستخدم ونعرف ليه هو بيستخدم وجرعته لازم تعرفها وتبقى عارفها. السنترال نيرفوس سيستم بيشتغل فيه الباركنسونز ديز، ولكن مش هيبقى قوي زي الحاجات اللي هي الاتروبين سبستيتوتس بتاعته. تعرف ان الدوز بتاعته الايفكت بتاعه بيختلف من الدوز من الخمسة من 10 مللي جرام لغايه 10 مللي جرام، الايفكت بيختلف. السايد افكتس بتاعته بتعتمد ايضا على الدوز. الكونتر انديكيشن بتاعته عرفناها. بعد كده اتكلمنا عن دواء تاني هو سكوبلامين او الهايوسين، مهم جدا انك تعرف ان الدواء ده يا جماعه بيستخدم في الموشن سيكنس عشان يمنع النوزيا والفوميتنج، وتعرف ان هو بيستخدم في على هيئه ترانس ديرمال او توبيكال باتشز بيتم استخدامها وتوضع في المكان ده خلف الاذن لمده 3 ايام. مهم جدا انك تعرف الاستخدام، مهم جدا انك تعرف موجود على هيئه ايه لانك ممكن تتسال فيها. الهوماتروبين سايكلوميتريت التوبيكراميد، الحاجات دي شغاله على الاي. يعني ايه شغال على الاي؟ يعني شغل الاتروبين على الاي ايه هو بالظبط؟ الحاجات دي بتشتغل زي ما هي بتشتغل وهيبقى مور افكتيف طبعا على الاتروبين لانها حاجات
مشتقه منه علشان يبدا الافكت بتاعها او يزود الافكت بتاعها فيه. الهيوسين الحاجات كلها طبعا، الحاجات دي حاجات المعده اللي واخده اللون ده نفس اللون الايكون دي بنفس اللون ده، يبقى الحاجات دي شغاله على الجي اي تي عامه، الهيوسين ان بيتالبرمايد، التايمونيوم، الحاجات دي من الحاجات اللي هو البسكوبان والفيسرال جين مشهوره جدا وموست بوبلر بريسكرايبد كانتيسبازموتيك ايجنت. بعد كده اتكلمنا على ادويه اخرى تعرف، بس يهمني قوي انك تعرف جلايكوبيروليت او جلايكوبيرونيوم ده انتي سيكريتوري دراج، تعرف المصطلح ده مهم جدا، وتعرف ان هو بيستخدم في الانستيزيا كبري انستيك ميديكيشن. ليه؟ لانه انتي سيكريتوري دراج. مهم جدا انك تعرف، مهم جدا انك تعرف ان في حاجتين بيشتغلوا في البيبتيك ألسر، بايرنزبين وتيلنزبين، ولكن شغلهم ما هوش قوي. طبعا عندنا حاجات قويه جدا في الموضوع ده، ولكن ممكن تتسال يقول لك حاجات من الاتروبين او مشتقات الاتروبين يستخدم في البيبتيك ألسر، يبقى انت مطالب انك تعرف الاسمين دول. مطالب ايضا انك تعرف مهم جدا الابراتروبيوم والتايتروبيوم، اسمين مهمين جدا سواء كان في الامتحان او سواء كان في الصيدليه، اتروفنت او السبايريفيا من الحاجات الغنيه عن التعريف في الازمه او الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، وتعرف الفرق بينهم هو في الديوريشن، تعرف انه المور لونجر ديوريشن عن التاني. بعد كده الحاجات اللي شغاله على اليورينري بلادر، زي ما احنا شايفين يا جماعه كل ايكون من الايقونات دي واخده لون، حتى لما نيجي نشرح في الدواء نفسه الثيرابيوتيك يوزز ليها لون، اللون ده مندرج مع الحاجه اللي يعني اللون هنا بيبقى خفيف شويه عن لون الايقونه الاصليه، وده طبعا زي ما احنا شايفين في ده بينطبق على معظم الادويه اللي بنشرحها، او ان احنا بنستخدم تقنيه جديده ما تمش استخدامها قبل كده، هي ليرنينج باي ايكونز، تعلم بواسطه الايقونات، بنستخدمها لسهوله التعلم وسهل جدا ان احنا نقدر نوصل للحاجه بكل سهوله في الصفحه، نعرف فين السايد افكتس، نعرف الكونتر اندكيشن بكل وضوح جدا وبكل سهوله. الحمد لله دي حاجه من الحاجات اللي ابتكرناها ومش موجوده في اي كتاب غير كتابنا اللي هو فارماكايد. طبعا الحاجه دي او الحاجه دي بتسهل علينا طبعا شرح الادويه، الحاجات اللي شغاله على الاي على الجي اي تي واخده نفس اللون زي كده عشان الناس ما تتلخبطش، على اللانج طبعا احنا وقفنا عند الحاجات اللي شغاله على اليورينري بلادر نفس اللون زي ما احنا شايفين. يهمني انك تعرف ان الاوكسيبيوتينين والتولتريدين ده من الحاجات اللي هي موست بوبولار يوزد، بتستخدم على نطاق واسع جدا في الناس اللي عندهم تبول لا ارادي، الاطفال اللي عندهم تبول لا ارادي، الناس اللي عندهم اوفر اكتف بلادر، دي حاجات من الحاجات اللي شغاله وتعرف الاسماء دي كويس. عندنا الدارفيناسين برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدم، تعرف ان الحاجات اللي هي السوليفيناسين بيتاثر ب يعني بالليفر ماكروزومال انزيم، الفلافوكسيد تعرف ان الفلافوكسيد ده بيستخدم في الحاجات اللي هي فيها انفلاميشن في البلادر، تعرف ده من الحاجات يعني دي اهم حاجه عندي تعرف الحاجات دي، الفلافوكسيد في الانفلاميشن، الناس عندهم التهابات بقى وتبول الاراده نتيجه الالتهابات والكلام ده كله، اقصى احسن حاجه ممكن نستخدمها حاجه دي هي الفلافوكسيد. تعرف ان الاثنين دول الاوكسيبيوتينين والتولتريودين دول حاجات مهمه جدا انك تعرفهم يعني لانهم موست بوبولار يوز، تعرف برضو السوليفيناسين بيتاثر، ودي من الحاجات اللي عشان تسهل على نفسك المراجعه وتسهل على نفسك المذاكره فيها. ادويه مشتقه من الاتروبين بتشتغل على السي ان اس، عندنا دوين مهم انك تعرفهم البنزوتروبين والبيبريدين، الحاجات اللي بتستخدم في باركنسونز ديزيز. بعد كده نتكلم على الانتي نيكوتينيك ايجنت، الحاجات بتقفل النيكوتينيك، عندنا نوعين جانجليونيك بلوكرز بتقفل الجانجلي وحاجات بتقفل نيورو ماسكولار بلوكرز. جانجليونيك بلوكرز عندنا نوعين ديبولارايزنج ونان ديبولارايزنج، ديبولارايزنج هو النيكوتين والليبولين في الهاي دوز بيعمل ديسنسيتايزيشن للايون شانل او ريسبتور. بعد كده الحاجات النان ديبولارايزنج عندنا نوعين مهمين او دوين مهمين بيجوا مقارنه، يقول لك ترايمسفان والميكامايل امين، قارن بينهم، دي المقارنه اللي لخصناها قبل كده. عندنا الحاجات بقى نيورو ماسكولار بلوكرز اللي هي نطاقات واسعه في الاستخدام، برضو نوعين نون ديبولارايزنج، يعني نون ديبولارايزنج يعني كومبتيتيف، بتتخانق بينها وبين الاستايلكولين على النيكوتينيك ريسبتورز. قسمناها لثلاث مجموعات، مجموعه بتحتوي على الكورير والادويه بتاعته والمشتقات منه، تيوبيكورارين، اتراكوريوم، سيتراكوريوم، ميفاكوريوم، توكساكوريوم، ميتوكورين. بعد كده الامينوسترويد كومباوندز تعرف الديوريشن بتاعهم، عندنا شورت ديوريشن راباكورونيوم انترميديت او الحاجات الانترميديت ديوريشن، روكيورونيوم والفيكورونيوم، لونج اكتنج بانيكورونيوم، بيبي كورونيوم. بعدين حاجات حاجه مختلفه عنهم شويه هو الجلامين اللي بيعرف على نطاق واسع في البراند نيم هو الفلاكسيديل. اول حاجه تم استخدامها طبعا هو الكورير، بعد كده اشتقوا منه الاكتف بتاعت الماده الاكتف بتاعت الكورير هي التيوب كورارين. بعد الاتراكوريوم مهمه جدا انك تعرف ان الاتراكوريوم ده انترميديت اكشن، ولكن بيزود الهيستامين ريليز فبيعمل هايبوتنشن برونكوسبان، بتحول او بيحصل له ميتابوليزم الى ماده اسمها لودانوسين. لودانوسين دي من الحاجات اللي هي بتعمل سيجرز، ولذلك تم استخدام السيساتراكوريوم عن الاتراكوريوم، وحاليا السيساتراكوريوم هو ده من ضمن الحاجات اكتر حاجه بيتم استخدامها لان هو اقل بكتير من الاتراكوريوم في الهيستامين ريليز، اقل بكتير ان هو بيطلع الماده اللي هي بتعمل سيجرز. عندنا بقى بعد كده الميفاكورونيوم، دي سوري الميفاكوريوم، الميفاكوريوم
ده من الحاجات اللي بتعمل برضه هيستامين ريليز، ولكن بيحصل لها كليرنس بالبلازما كولين ستريس انزيم، لذلك الناس عندهم مشاكل في الرينال صعب ان هم يستخدموا دواء زي ده. الدوكساكوريوم ما لوش استخدامات، وبيعمل برضه ستيم ريليز وبيتحول الى لوتانوزين وبيعمل سيجرز، وما يعني ما ينفعش يستخدم مع ناس عندهم مشاكل في الرينال. عندنا بعد كده الرابا كيورونيوم، ده تعرف او مهم انك تعرف ان هو شورت اكتنج امينوستريت كومباوندز، بيستخدم في الشورت سيرجيكال اوبريشن. روكيورونيوم والفيكورونيوم حاجات من الانترميديت اللي هي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر، يعني بيحصل لها كليرنس في الليفر، فبالتالي ما ينفعش تستخدم مع الناس اللي عندهم مرض في فشل كبدي. البانكيورونيوم من الحاجات اللي هي لا على نطاق واسع بيتم استخدامها لانها لونج ديوريشن، بتستخدم في اليونايتد ستيتس في حاجه اسمها ليسن انجكشن اللي هي حقنه الموت. اتكلمنا عن الموضوع ده، ما هوش مهم انك تعرفه. الجلامين تعرف ان هو بيعمل تاكي كارديا لانه بيزود بلاد بريشر. ازاي بيزوده؟ عن طريق واحد اتنين تعرف كل حاجة من الحاجات دي، لانك ممكن تتسأل ازاي بيعمل تاكي كارديا وبيزود بلاد بريشر. ده بالنسبة لي كل معلومة عن المعلومات عن الادوية دي اللي هي نيورو ماسكولار بلوكر اللي هي النان ديبولاريزنج او الكومبتيتيف. طبعا في جداول بتلخص الكلام ده، طبعا ما عندناش وقت ان احنا نشرح الكلام ده، ولكن يهمنا اول انك تعرف ازاي بيحصل باراليسز للماسلز. ما بيحصلش للماسلز كلهم في نفس الوقت باراليسز يا جماعه، بيحصل تدريجيا، بيبدا بالعضلات اللي في الوجه، في العين، في الاطراف، في الاطراف، بعد كده بيخش بقى على الرقبه، ثم العضلات اللي هي الماسلز اللي هي الاساسيه بقى السكلت الماسل، واخر حاجه على الاطلاق او في النهايه خالص هي الدايفرام اللي هي عضله حجاب الحاجز. لذلك دكتور التخدير لو ادى جرعه زياده للمريض ممكن يوصل عضله الحجاب الحاجز، فلو عمل لها باراليسز الشخص ده مش هيقدر ان هو ياخد نفسه فهيموت. ده بالنسبه للادويه اللي هي نيورو ماسكولار بلوكرز. طبعا مهم جدا انك تعرف الدراج انتر اكشن ده بين النان ديبولاريزنج، تلاقي اربعه دراج انتر اكشن، كوليسترز انهبيترز اللي هي الحاجات دي بتعمل ايه لما بتستخدم مع نيورو ماسكولار بلوكر. طبعا انت بتديني حاجه بتشتغل يعني بتشتغل على الريسبتور، فانت بتزود لي الاستالكولين، فانت دلوقتي عملت في يعني شغله وعكسه. ازاي انت دلوقتي بتديني حاجه بتزود الاستالكولين وبتديني حاجه بتقفل الريسبتور بيشتغل عليه الاستالكولين، فانا عندي دراج انتر اكشن هنا. كمان الانهيليشن انستيزا الهيروسين والحاجات دي بتعمل ايه؟ بتزود الافكت يا جماعه، لان الحاجات دي بتعمل انهانس للاكشن بتاع النان ديبلانزنج نيورو ماسكر بلوك. الامينو جلايكوسايد انتي بيوتكس برضه سينرجيستك افكت، بتزود الافكت وبتزود الاكشن. كالسيوم شانل بلوكرز هيقلل الافكت. يبقى انا عندي الاربعه دول دراج انتر اكشنز بيجوا في امتحانات كتير وبيتسال فيهم كتير. ديبلانزنج حاجتين، ساكسانالكولين والديكاميسونيوم. الميكانيزم يهمني انك تعرف الفيز 1 والفيز 2 بتكون ازاي، ويهمني قوي انك تعرف السايد افكتس بتاعتها من اول واحد اللي هي برولونجد ابنيا، وازاي بتحصل وبتحصل مع مين. بتحصل مع الناس اللي عندهم مشاكل في الانزيم اللي هو استالكولين ستريز انزيم او البلازما كولين ستريز انزيم، عندهم مشاكل فيه. يعني مشاكل يعني عنده مش موجود، عنده جينيتيك ان الانزيم ده طالع غلط، طالع بشكل غلط ما بيشتغلش، فبالتالي لما يجي ياخد السكسانايل كولين هيحصل له ايه؟ باراليسيس في الدفرين، فهيعمل ايه؟ برولونجد ابنيا. دي من الحاجات اللي في سواء كان شفوي او تحريري او اي امتحان ممكن انك تتسال في حاجه زي كده. والحاجات التانية طبعا بتسال فيها، بس اشهرهم البرولونجد ابنيا، البراديكارديا، ودي من الحاجات برضو اللي هي سايد افكتس. بيعمل مايالجيا وبيزود الانتر اوكلوجي الهايبركاليميا، مهم جدا. وبقى الاهم انك تعرف بتتعالج ازاي، تمام. والمالجنت هايبرسيرميا مهم جدا انك تعرفها ازاي بتحصل والخصائص بتاعتها، وبتتعالج بحاجه اللي هي الدانترولين. يهمني انك تعرف الميكانيزم بتاعه ده، الدايركت سكيليتال ماسل ريلاكسنت، بيمنع الكالسيوم ان هو يحصل له ريليز. مهم جدا انك تعرف حاجه زي كده. كده يبقى احنا خلصنا الباراسمباتيك، يعني لخصنا الموضوع وقلنا الحاجات المشهور قوي ان السؤال يجي فيها، الحاجات المشهور قوي ان دماغ الدكتور متجهه فين، ان هو لما يجي يسالك دماغه متجهه فين في الجزء ده، متجهه للحته دي، لان الحته دي مشهوره قوي انك لازم تعرفها، ما ينفعش تخرج بره صفحه او بره موضوع من غير ما تعرف النقطه دي، تمام. ده بالنسبه للباراسمباثيك. تعالوا بينا نتكلم بقى على السمباثيك اللي واخد يعني كم شويه اكبر في الشرح او في المعلومات من الباراسمباثيك. طبعا السمباثيك حاجات شغاله على الادرينرجيك اجونست، يعني ده عندنا في حاجات شغاله دايركت اكتنج على الريسبتور دايركت، وفي حاجات بقى نون سيلكتيف، حاجات شغاله على الفا 1 والفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2. طبعا زي ما احنا شايفين ده ملخص كده للخطه اللي احنا بنشرح فيها، او اللي انت لما تيجي تتصفح الكتاب او تذاكره هتعرف ايه اللي موجود بالظبط. ان دايركت اكت عندنا حاجات ميكسد اكتنج، دي حاجات اللي هي اجونست. عندنا بقى الانتاجونست، في حاجات بتقفل الفا، حاجات بتقفل بيتا، في حاجات بتقفل الاثنين. ده اللي هنعرفه في المراجعه السريعه جدا، لان وقت حلقتنا ابتدى يعدي،
بزياده. تعالوا بينا نخش على اول دواء معانا، هو الابينفرين او الادرينالين، الاثنين نفس الاسم. طبعا الكلام ده كله المهم انك تعرفه، طبعا يهمني قوي انك تعرف النيورال ابتيك، الابتيك 1 عباره عن ايه، او ايه اللي بيحصل لها، بيعمل ايه، اللي بيعمل انهبيشن للابتيك 1 والابتيك 2 والابتيك 3. تعرف الروتس اوف ادمنستريشن، واخطر حاجتين هو الاي في والاي سي. ده بالنسبه للفارماكوكاينيتكس مهمه، مهم جدا برضو انك تعرف ان الابريفرين ده بتحول او بيحصل له ميتابوليزم الى ماده اسمها فانيلايل مانديليك اسيد، بتخرج في اليورين من 4 ل 8 مللي جرام. ممكن نعمل دايجنوزس للفايكروم سيتوما بيها. الفارماكولوجيكال اكشن عندنا لوكال افكت على الهارت، طبعا حاجات مهمه ما ينفعش ان احنا نعديها كده، ولكن طبعا محتاجين نقول الحاجات اللي هي في كل صفحه، السبوت بوينت بتاعت كل صفحه. عندنا الدايبيفيفرين ده لازم تعرف ان ده حاجه برو دراج كده من الابنفرين، بيتم استخدامها في الاوبن انجل جلوكوما عن الابنفرين. ليه بقى؟ ايه الخصائص بتاعته؟ لان هو اللايبو فيليسيتي بتاعته او الليبيد سولوبيتي بتاعته زياده عن الابنفرين، فبيحصل له ريلي سوري بيدخل للكورنيا بكل سهوله عن الابنفرين، فبالتالي مش هيواجه صعوبه او مش هيتكسر سوري مش هيواجه صعوبه في الدخول للكورنيا او يدخل جوه الاي زي الابنفرين، فبالتالي بيتم استخدامه. طبعا بيستخدم في الاوبن انجل جلوكوما، ده برو دراج يعني بتحول جوه الابنفرين عن طريق الاستريز انزيم. ده من الحاجات المهمه جدا. تعرف ان الابنفرين ليه هايبر جلايسيميك افكت، ليه؟ لان الثلاث حاجات دول. تعرف ان الابنفرين بيعمل ايه؟ بيعمل في بيعمل زود الليبوليسيس، بيعمل على السكيلتال المصل، بيزود النيورو مصل ترانسميشن، بيعمل مصل تريمور، والمصل تريمور ده عشان البيتا 2 اجونست افكت بتاعها. الاسترابيتوكوز بتاعت الابنفرين طبعا مهم جدا، برونكوس بازم خاصه بقى الطوارئ بقى، برونكوس على طول بيعمل برونكو دايليتيشن. الناس اللي بيحصل لهم حساسيه انافلاكتيك شوك، مهم جدا ان تعرف ان الابنفرين ده هو الدراج اوف تشويس في علاج التايب 1 هايبر سنسيفتي اللي هي الانافلاكتيك شوك. وتعرف قوي ان الابنفرين هو الفيسيولوجيكال انتاجونيزم، الحاجات اللي انا بضغط عليها وانا بتكلم دي، يعني بتضايق اول لما بلاقي حد بتبقى تايه عنه او مش عارفها. يعني لازم الابنفرين هو فيسيولوجيكال انتاجونيزم للهيستامين، الهيستامين ده برونكو كونستريكشن وفازو دايليتيشن على الاتش 1. يعني فيسيولوجيكال انتاجونيزم، الناس بقى اللي تبعت المقدمه او الانترودكشن او الجنرال فارماكولوجي تعرف ان دوايين مختلفين بيشتغلوا على ريسبتورين مختلفين والافكت بتاعهم مختلفين، ده بسميه فيسيولوجيكال او فانكشنال انتاجونيزم. الكاردياك اريست على طول، انترا كاردياك ابنفرين، اللوكال انفلتريشن انستيزيا ان هو بيتم خلطه بالانستيكس عشان يعمل ايه، برولونجيشن للانستيكس. الابستاكسس بيستخدم في الابستاكس نوز بليد، ولكن قلنا الاوكسيميتازولين هو من الحاجات اللي بيتم استخدامها دراج اوف تشويس بتاع عن الابنفرين. طبعا ازاي نخفف الكلام ده، اتكلمنا عنه سايد افكتس بتاعته، اتكلمنا عنه كونتر انديكيشن. النور ابنفرين مهم جدا انك تعرف انه بيشتغل على الالفا 1 ريسبتور مور ذان بيتا 1 ريسبتورز، مهم جدا، لذلك بيخرج عن طريق 20% بس بيخرجوا على الادرينال، لان لو خرج بقى كميه اكبر من كده سبحان الله هيشتغل على الالفا 1 بقى ويعمل بقى فازو كونستريكشن، والناس كلها يبقى ماشي عندها ضغط. على الكارديو فاسكولار هو عباره عن فازو بريسور او بيعمل فازو كونستريكشن، الدواء ده هو فازو بريسور، لذلك لما يبقى هو فازو بريسور هيستخدم فين؟ في الفازو دايلاتريت شوك، سواء كان بقى سيبتك شوك او هايبوتنشف شوك او اي حاجه من الحاجات اللي هي ليها علاقه بالفازو دايلاتريت شوك. السايد افكتس بتاعته ممكن نتوقعها، ولكن الحاجه اللي ممكن ما نتوقعهاش انه ممكن يعمل بلانشنج، يعني هو ممكن واحنا بنحقنه في الانفيوجن يخرج منه شويه كده، فالشويه دول يفضلوا موجودين فيعملوا فازو كونستريكشن، فيعملوا ايه بقى؟ ممكن يعمل نيكروزس. الحاجات دي بتتعالج بالفينتولامين اللي هو بيقفل بقى الالفا 1 ريسبتور. عندنا دواء اسمه ايزوبروترينول او ايزوبرينالين او ايزوبروبايل نور ادرينالين، الدواء ده من الحاجات اللي بتشتغل على البيتا 1 او البيتا 2، يعني بيشتغل على الاثنين، قليل لما يشتغل على الالفا، بس طبعا شغله هيبقى معروف على الهارت وكده، لذلك هو استخدامه بيبقى يعني قليل جدا، لان انت لما تيجي تشتغل على البيتا 1 فتشتغل على البيتا 2 فهو ما فيهوش سيلكتيفيتي. معظم الادويه اللي هي نون سيلكتيف بيبقى شغلها او استخدامها ضعيف شويه. الشارت ده او الرسمه دي مهمه يا جماعه ان احنا نعرفها، وشرحناها قبل كده هتاخد وقت طبعا لما تشرح. الدوبامين مهم جدا انك تعرف الدوبامين ده الدوز بتاعته بتختلف في الايفكت، يعني في السمول دوز هيشتغل على الدوبامين ريسبتور بس، احنا بنتكلم على الدوبامين في البريفرال تيشوز، يعني الدوبامين في البريفرال اللي بيشتغل على البريفرال ريسبتورز، يعني لما نيجي نحقن دوبامين سيبك بقى من الدوبامين اللي في البرين، لان ده هنتكلم عنه ان شاء الله في اجزاء السنترال نيرفس سيستم، لما نيجي نتكلم في السنترال نيرفس سيستم هنتكلم على الدوبامين ده يبقى ليه حلقات وليه وظائف مهمه جدا في البرين، ولكن انا بتكلم على الدوبامين الحقن اللي انا هحقنها فتشتغل على الحاجات اللي موجوده او الريسبتورز الموجوده في البريفرال. في السمول دوز هيشتغل على الدوبامينرجيك، في المدريد دوز هيشتغل على البيتا 1.
او البيتا ريسبتورز عامه، الهاي دوز هيشتغل على الالفا ريسبتورز، فبالتالي كل دوز من الدوزز دي بتختلف في استخدامها. الفارماكولوجيكال اكشن مهم جدا انك تعرف بيشتغل ازاي، والدي 1 دي موجوده فين، في البريفرال، موجوده في رين بلاد فيزز، فهيعمل دايليتيشن في رين بلاد فيزز. الاستخدام بتاعه ايه يا جماعه؟ كارديوجينك اند سيبتيك شوك. هو المفروض ان معروف ان الدوبامين هو الفيرست تشويس في السيبتيك شوك او كارديوجينك شوك، هو الفيرست تشويس، ده المعروف بين الدكاتره وبين الكتب. ولكن حديثا ومؤخرا في ابحاث اتعملت بتقول ان النور ابنفرين هو مور بريفيرد، او يعتبر حاليا النور ابنفرين هو الفيرست تشويس. فانت لو اتسالت في امتحان انه الفيرست تشويس في السيبتيك شوك، هل هو النور ابنفرين ولا الدوبامين؟ الاجابه الصحيحه بتعتمد او بتبقى متعلقه بنيه الدكتور اللي حاطط السؤال، هل هو نيته الكلام الحديث اللي بيتكلم عليه ولا هو نيته الكلام اللي واقعي. فايه انت وحظك. ده بالنسبه للدوبامين. بالنسبه بقى الحاجات اللي هي شغاله بيتا 1، حاجات شغاله بيتا 1 عندنا الدواء اللي هو الدوبيوتامين، ده شغال على البيتا 1 سيلكتيف كده بيتا 1. طبعا لما يشتغل على بيتا 1 طبعا اجونست، انتوا عارفين كل اللي هيحصل، فهيستخدم في الاكيوت هارت فيلر. على الحاجات اللي شغاله على الدوبامين ريسبتور دي 1، مهم جدا انك تعرف الدواء ده فينوز دوبام، يقول لك دواء سيلكتيف دي 1، سواء كان شفوي بقى او اي او بيبر او اي حاجه ممكن تتسال فيها. فينول دوبام ده دواء بيستخدم كونتينوس اي في انفيوجن، بيعمل رابيد اكتنج فازو دايليتور. وبعدين كل حاجه عاملين لها بولد وملونين، والاستخدام اليوزز طبعا هتلاقي الاستخدام باللون الاخضر اللي هو اللي واخد الدرجه دي من الخضار، يعني هتلاقي كل الاستخدامات بالوان مختلفه. يعني لما تيجي تفتح صفحه الكتاب او اي لما تيجي تراجع بسرعه عن اي دواء في لحظات هتقدر تطلع اللي انت عايزه. الالفا 1 ريسبتور الاجنس بتاعها، الدواء الاساسي بتاعها هو الفينيل افرين، مهم جدا انك تعرف الفينيل افرين ده هو الفازو كونستريكتور او الفازو بريسر، بيستخدم طبعا في هايبرتنشن، في الهيمورويدز، في حاجات كتير بقى بيتم استخدامه، بيتحط مع الحاجات بتاعت الهيمورويدز، بيستخدم في النيزل دي كونجستنت، بيستخدم كبدرياتيك، يعني من ليه استخدامات واسعه. بعد كده ابتدى يتصنع منه حاجات، يهمنا قوي انك تعرف الميدودرين ده بيستخدم في سيمبتوماتيك اور سيستاتيك هايبوتنشن، تعرف اول العيله بتاعه النافازولين والتيترا هيدروزولين والزاروميتازولين والاوكسيميتازولين، تعرف الحاجات دي هي حاجات شغاله على الالفا 1 ريسبتور اللي في النوز، لانها بتستخدم لوكال او بتستخدم على هيئه قطرات او بخاخات في النوز للناس اللي عندهم احتقان في الانف نتيجه اعراض برد او كده، ليها فازو كونستريكتور دي كونجستنت افكت. المعلومه دي او الكلمتين دول لازم تعرفهم كده. الاوكسيميترازين هو دراج اوف تشويس في الابستاكسس، قلنا ليه اعراض وفسرناها. بعد كده اتكلمنا على الكلونيدين، ده حاجه شغاله على الالفا 2، الميكانيزم بتاعه يهمنا انك تعرف الثلاثه دول، الثلاثه دول نتيجتهم واحده في النهايه هي ديكريز بلاد بريشر، ديكريز بلاد بريشر، ديكريز بلاد بريشر. الثيرابيوتكس بتاعته على نطاق واسع ليه استخدامات كتير جدا، ولكن ما فيهوش سيلكت، يعني هو ممكن يستخدم في الحاجات دي كلها، ولكن بقى في حاجات لو جينا خدنا حاجه من الحاجات دي، يعني هايبرتنشن لا، في حاجات لو واحد عنده هايبرتنشن صعب ان انا ادي له كلونيدين، ولكن الكلونيدين تم استخدامه في الاي دي اتش دي صعب ان انا ادي له، في حاجات ثانيه الويذدرول سيمبتومز في حاجات ثانيه مشتقه منه افضل، البروفايلاكسس في المجرين في حاجات ثانيه، ولكن انا بتكلم على دواء بعينه يتم استخدامه، ايه هي استخداماته وهي الاتي. تمام. الالفا مثال دوبا، مهم جدا انك تعرف الميكانيزمين دول الاول والثاني، ده مهم جدا انك تعرف ان هو بيستخدم في الجستيشنال هايبرتنشن، الناس الستات الحوامل عندهم بري اكلامزيا. السايد افكتس والبري اكلامزيا دي هتعرفها بعدين ان شاء الله لما نيجي نشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم. السايد افكتس بتاعت الالفا مثال دوبا مهم جدا انك تعرفها، هي حاجات كتير جدا ولكن احنا قدرنا ان احنا نلخصهم بقدر الامكان. الكلونيدين لايك افكت، حاجات بقى شبه الكلونيدين يهمني انك تعرف فيهم، هو الابرا كلونيدين ده حاجه شغاله في الجلوكوما، ده شغله يعني الميكانيزم بتاعه زي الكلونيدين بيشتغل على الالفا 2 ولكن ليه استخدامات هي الاتي، هي الجلوكوما. البرايمونيدين ده برضو نفس الفكره بيستخدم في الجلوكوما، يبقى انت عندك اتنين هنا دي جلوكوما. يهمني قوي بقى الدواء الجميل ده هو اللوفكسيدين، الناس بقى اللي بتاخد مخدرات او هيروين او حاجات دي وعايزين يبطلوا، تلاقي في روشته الدكتور كاتب لهم دواء زي الديتوكسيدين، حاجه بتستخدم ليه بقى؟ عشان تعمل الاعراض اللي هي سحب المخدرات من الشخص اللي بطل او عايز يبطل المخدرات، بيحصل له اعراض، الدواء ده مفيد جدا في الحد من هذه الاعراض. ده من الحاجات اللي انت لازم تعرفها سواء كان براند نيم او جينيريك نيم. حاجات بقى شغاله على البيتا 2، بيتا 2 ادرينرجيك اجونستس بي اي اي، ده اختصار مشهور قوي يعني للعيله دي. العيله دي على فكره عيله يعني يفضل، يعني انا بحب ان الواحد يقرا عن العيله دي، العيله دي كلها حاجات وكلها خبايا. البيتا 2 اجونست دي يعني معلومات بسم الله ما شاء الله، ممكن تخش كده يعني اي ويب سايت تقرا عن البيتا 2 دي حاجات كتير جدا. فبالتالي
من العائلات اللي الواحد بيفضل ان هو يبحث عليها ويقرا عليها باستمرار. البيتا 2 دي شغاله الميكانيزم بتاعها على طبعا على حسب الريسبتور، فعلى السموث ماسل برونكو دايليتيشن طبعا، ويوتيريان ماسل ريلاكسيشن، على سكيلتال ماسل فاز ريلاكسيشن ماسل سيل والليفر، يعني كلام احنا بنعيد فيه وبنزيد فيه، ولكن انا عايز اقول لكم الحاجه المهمه فيه. المهم في الصفحه دي انك تعرف ان البيتا 2 لو جينا قسمناها البيتا 2 اجونست هنقسمها على حسب الديوريشن. الشورت ديوريشن بيستخدم ايه؟ من 3 ل 4 مرات، والادويه بتاعته الميتا بروترينول والاورسبرينالين، ودي من الحاجات اللي ما هيش مشهوره قوي. الحاجه المشهوره بقى هو السالبيوتامول، واللي هو ليه اسم ده هو البيوترول، ولكن هنا مشهور قوي في مصر اسم السالبيوتامول ده، بيستخدم نفس الفكره من 3 ل 4 مرات. استخداماته الاساسيه بتاعت البيتا 2 هو البرونكوس بازم والكرونكو ابستراكتيف بالمونريز، ولكن ليه استخدامات ثانيه اللي هي الاوف ليبل يوزز اللي انا بقول لكم عليها، لو جيتوا بحثتوا على الموضوع هتلاقوا في كلام كتير عن البيتا 2 اجونست. التريبيوتالين نفس الفكره، بيستخدم في البرونكوس ولكن ليه اوف ليبل يوزز. الحاجات الاوف ليبل دي كمعلومه ليك، يعني ما ينفعش تبقى في امتحان اوفيشال مثلا في الفارما او كده، يعني حاجه اساسيه سواء كان في الكليه وكده، وتيجي تكتب له الاوف ليبل يوزز، يعني هو الراجل بيسالك على الدواء علميا من الاف دي اي الاستخدامات والحاجات دي. لو جيت بقى كتبت له الاوف ليبل يوزز ده حاجات ما هياش ابروفد، يعني انت ازاي بتتكلم في حاجه مش ابروفد؟ ولكن ليه احنا كاتبينها بقى وليه احنا بنشرحها؟ لان ده واقع، ده واقع موجود، لو جيت بحثت عليه هتلاقي ده واقع فعلا بيتم استخدامه كده. يبقى انت كصيدلي لازم تعرف اللي بيحصل، ما ينفعش تبقى واقف في الصيدليه وتبقى عارف ان الدواء ده بس برونكوس بازم، يجي واحد يقول لك يا دكتور ده انا بستخدمه لكذا، يقول لك لا ما ينفعش انا ما قريتش عن كده. لا، يبقى انت لازم تقرا ولازم تعرف المعلومات دي كلها، تمام؟ يبقى لازم اي حد وهو بيذاكر او بيراجع يبقى دماغه متفتحه كده وبيعرف يتكلم مع كل واحد، يعني المعلومات اللي بياخدها لما يجي يقولها لحد يعرف يقولها لمين ويقسمها ازاي. ده بالنسبه لاهم ادويه في الشورت اكتنج. مهم جدا بقى الرايتودرين، ده مهم قوي ان انت تعرف ان الدواء ده اسمه توكوليتيك دراج، يعني بيعمل ايه؟ بيعالج بريماتيور ليبر. مهم جدا الدواء ده سواء كان براند او جينيريك. اللونج اكتنج بقى، يبقى انا عندي ما فيش عندي حاجه ميديوم، يبقى انا عندي التقسيمه شورت ولونج. اللونج ده مرتين في اليوم. دي ايه هم الدوائين دول؟ الفورميترول والسالميترول. يهمني انك تعرف اللونج ده ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولى ان هو بيستخدم في الازمه والكرونيك اوبستراكتيف بالمونريز، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انت لو استخدمته في الازمه ما ينفعش تستخدمه لوحده، لازم تستخدمه مع حاجات زي الكورتيزون. اما لو استخدمته في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونريز اللي هو سي او بي دي ده، لازم يعني عادي تستخدمه لوحده او كومباينيشن. يبقى انت لو هتستخدمه في الازمه لازم تستخدمه كومباينيشن. ليه؟ لان انت في حاجه بتحصل اسمها ازمه ريليتد ديس، ممكن الشخص اللي بياخد ازمه بياخد حاجات لونج اكتنج ممكن يموت فجاه، تمام؟ فبالتالي بيتم التحذير من الاف دي اي، تحذيرات ان يتم استخدام الادويه اللونج اكتنج او الالترا لونج اكتنج اللي هتكلم عنه دلوقتي في الازمه مع الكومبينيشن. عندنا دواء كده بيستخدم استخدامه اكتر في الناس اللي هم بيروحوا الجيم وبيحاولوا يعملوا المسل بيلدينج والكلام ده كله، بيستخدموا الكلين بيترول. الكلين بيترول ده من الحاجات، وفي طبعا ليه استخدامات في الطب البيطري سواء كان في الاعلاف او الحاجات دي عشان تزود البروتين سينسز وتقلل الدهون في سواء كان في الناس اللي عندهم مزارع ابقار او الكلام ده كله. وفي حاجات تانية غيره، ولكن ده الحاجة المشهورة. الحاجات التانية غيره لو حد عايز يعمل سيرش عليها هي الكلام ده. الالترا لونج اكتنج بيستخدم مرة واحدة في اليوم. يبقى انا عندي ثلاث حاجات: شورت، لونج، الترا لونج. الالترا لونج ده مهم قوي ان انا اعرف الدواء ده اللي هو الانداكاترول ده. الانداكاترول ده اللي هو الاوني بريز، ده مشهور جدا، براند مشهور، بيتم استخدامه على نطاق واسع في الناس عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بيستخدم مرة واحدة في اليوم وبينطبق عليه اللي هي التحذير بتاع الازمة ريليتد ديس. ده بالنسبة للبيتا 2 اجونست. نيجي بقى نتكلم على في دواء اسمه اللي هو البيتا 3، ده قلنا دواء من الادويه الجديده، ده بيتا 3 اجونست اللي هو الميرابيجرون. ده من الميرابيجرون ده من الحاجات اللي بتستخدم في الاوفر اكتيف بلاتر. بعد كده حاجات اندايركت لامفيتامين. الامفيتامين ده ليه الميكانيزم بتاعه اتكلمنا عنه بالتفصيل عشان وقت الحلقه، معلش يا جماعه عندنا كم كبير من الاسئله. بيستخدم في الاي دي اتش دي والناركوليبسي، وقلنا في حاجات بقى هتبقى مشتقه منه بتستخدم اكتر في الموضوع ده زي الميس امفيتامين. الميس امفيتامين ده بيستخدم في الاي دي اتش دي. الميثامفيتامين ده بيستخدم في الاي دي اتش دي، وده هو اكتر حاجه بيتم استخدامها في الاي دي اتش دي. المودافينيل ده هو ويكفولنس بروموتنج ايجنت، بيستخدم في الناركوليبس واي مرض متعلق بامراض النوم والكلام ده كله. بعد كده اتكلمنا على التيرامين، قلنا ده مش دواء، ده عباره عن حاجه موجوده في الفرمنتد فود بندرسها، مهمه جدا لان بيعمل لي حاجه مهمه جدا اسمها تشيز رياكشن. يعني ايه تشيز رياكشن؟ يعني واحد اكل جبنه قديمه، الجبنه القديمه دي مليانه تيرامين، وجه خد دواء ماو انهبيتورز، فالجبنه القديمه اللي هي التيرامين جت في المعده، والماو انهبيتورز المفروض ان هو هيكسر التيرامين، فالتيرامين ما تكسرش. ليه؟ لان هو واخد دواء بيقفل الماو، فبالتالي جه على التيرامين جه على الليفر
المفروض يبقى في مو يكسره، لا المو اتقفل لانه واخد دواء مع الطيرامين او مع الجبنه دي، فبالتالي المو مش موجود، فالطيرامين فضل موجود. الطيرامين ده ليه ايه؟ ليه امفيتامين لايك افكت، يعني هيزود النور ابنفرين ريليز، والنور ابنفرين اصلا المفروض ان هو يتكسر بالماو، فالماو مش موجود، يبقى مش هيتكسر الطيرامين ولا هيتكسر النور ابنفرين. يزيد قوي بقى النور ابنفرين، يشتغل بقى فين؟ على الفازو كونستريكشن اكتر، على البلاد فيزز، يعمل فازو كونستريكشن جامد، هيزود هارت ريت، كارديك اوت بوت. يبقى انت دخلت في حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايسيس، ده حاجه اسمها تشيز رياكشن، مهم جدا ان انت ممكن تتسال فيه. الايفيدرين، الايفيدرين ده من الحاجات القديمه جدا اللي بيتم استخدامها، ده ميكسد اكتنج، بيشتغل دايركت وان دايركت، شغله اكتر على النوز دي كونجستنت، هو كان بيستخدم في الهايبرتنشن ولكن حاليا بيقتصر يسموه كانيزال دي كونجستنت. بعد كده عندنا السودو ايفيدرين، حاجه زي الايفيدرين ولكن ايزومر منه، ليه سي ان اس وسي بي اس سايد افكتس اقل بكتير من الايفيدرين. السودو ايفيدرين يا جماعه بيستخدم في النيزل كونجيشن، ساينس كونجيشن، يوستيشن تيوب كونجيشن، وعرفنا يعني ايه يوستيشن تيوب. ده يا جماعه بيستخدم على نطاق واسع جدا، موجود في براندات كتير جدا، في ناس عندهم برد وانفلونزا طبعا عشان النيزل دي كونجيشن، النيزل كونجيشن اللي عندهم ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل دي كونجيستنت للاحتقان اللي عندهم ده. مهم جدا انك تعرف ان ده يا جماعه كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم سيفير هايبر تنشن. شايفين كلمه سيفير؟ سيفير هايبر تنشن، يعني لو واحد جالك الصيدليه وعنده ضغط، وضغطه ده بياخد اقراص ليه او بياخد دواء الضغط، وضغطه يعني الدواء اللي هو بياخده مظبطه نوعا ما، ايه المشكله لما ياخد اي دواء بيحتوي على سودو فيدرين؟ لذلك في ناس بتقول لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ في ابحاث اتعملت على الكلام ده، في ابحاث اتعملت على ناس عندها الضغط وبيستخدموا ادويه، الادويه دي بتظبط لهم الضغط نوعا ما، وتم استخدام السودو فيدرين وجد ان هو ما بيأثرش خالص على الضغط، فبالتالي انا هو كونتر انديكيتور في الناس اللي عندهم سيفير هايبر سيفير هايبر تنشن، ما هوش الناس اللي عندهم مودريت او هايبر تنشن فقط. الناس اللي هو الستات اللي هي البريجنسي ده يعتبر كاتيجوري سي، لذلك يفضل الابتعاد عنه او عدم استخدامه في الستات الحوامل، ده من الحاجات اللي منتشره خطا ان السودو فيدرين ما ينفعش خالص على الاطلاق في الناس اللي عندهم هايبر تنشن. بعد كده نتكلم على الحاجات بقى البلوكر بقى، نقفل الالفا وبعدين نقفل البيتا. تعالوا بينا نقفل الالفا، هنقفلها بحاجات نون سيلكتيف. يهمني قوي انك تعرف ايه الجدولين دول او الاثنين دول اللي هي الايريفيرسيبل والريفيرسيبل. الايريفيرسيبل هو الفينوكسي بنزامين، تعرف ايه بقى؟ تعرف ان ده دواء نون سيلكتيف، يعني الفا 1 والفا 2. تعرف ان هو ايريفيرسيبل، يعني يرتبط ارتباط قوي بالريسبتور وخلاص كده الريسبتور باظ، يبدا يصنع بعدين ريسبتور جديد، يبقى ده ريفيرسبل. نون كومبيتيتيف يعني مفيش خناق، لان هو ريفيرسبل هيتخانق ليه؟ يا عم انا مسيطر على الريسبتور وماسك فيه وقافل عليه، مش عايز اتخانق اصلا لان انا واخد وضعه ومسيطر عليه، فمفيش منافسه بينه وبين الاجونست او الاندوجينوس اجونست اللي في الجسم. ده بالنسبه للفينوكسيبنزامين كميكانيزم، ازاي بيرتبطوا الكلام ده كله ما يهمنيش انك تعرف، كل اللي تعرف ان هو كوفالنت بوند بس، تمام؟ وعشان يحصل اوفر كام محتاج وقت طويل او ايام عشان يصنع ريسبتورز جديده. يهمني بقى اعرف ان هو الهاف لايف بتاعته، فتره عمر النص بتاعته 24 ساعه، الديوريشن اوف اكشن بتاعه من 3 ل 4 ايام، الروت اوف ادمنستريشن بتاعته اورالي، اورالي مهم جدا اورالي، لان انا هلاقي حاجات هنا بارينترالي، تمام؟ الريفيرسبل بقى التولازيلين والفينتولامين، يبقى انا عندي ثلاث ادويه بقارن بين اثنين وواحد، الاثنين دول بقارن بينهم بالاولاني، ده الميكانيزم بتاعه نون سيلكتيف يعني زي الثاني بالظبط، ولكن هنا عندي ريفيرسبل كومبيتيتيف. الفينتولامين مور بوتنت ذان التولازيلين، الديوريشن اوف اكشن 4 ساعات، يعني انا بتكلم من 4 ايام ل4 ساعات، في فرق كبير جدا. الفارماكولوجيكال اكشن دي والثيرابيوتيكس دي بتاعه الثلاثه دول، فينوكسيبنزامين والتولازينون فينترمين. يبقى انا بتكلم على الفارماكولوجيكال اكشن، الثيرابيوتيكس مهم جدا نعرف استخدامات الادويه دي، ولكن ما هياش سيلكتيف فيها، او الادويه دي بتستخدم اكتر في حاجات تانية. بقى اهم حاجه في الاستخدام هو الهايبر تنشن في الناس اللي عندهم فايبروسايتوما بيشنت، والاستخدامات اللي هي نون سبيسيفيك اللي هي البراين بروستاتيك هايبر بليزيا، والحاجات نون سبيسيفيك يعني في ادويه سيلكتيف احسن وافضل من الكلام ده كله. طبعا في حاجات ابديت اتكلمنا على الفينترامين، مش عايزين ان احنا نعيدها تاني. بعد كده حاجات سيلكتيف الفا 1 عندنا برايزوسين، برايزوسين ده بيستخدم في الهايبر تنشن السيمبتومز بتاعت البراين بروستاتيك هايبر بليزيا، طبعا لانه بيعمل ايه؟ بيقفل الالفا 1 ريسبتور الموجوده في السموث ماسل بتاعت البروستات، فبالتالي هيعمل بيعمل لها ريلاكسيشن، فهيزود اليورين اوت فلو. مهم جدا ان انا اعرف ان البرايزوسين ده سايد افكتس بتاعته فيرست دوز اورثوستاتيك هايبوتنشن، ممكن وانت قاعد في الشفا والدكتور يقول لك قول لي دواء بيعمل انيشال سينكوبال اتاك، بيعمل ظاهره اسمها انيشال سينكوبال اتاك، وقول لي ايه هي الظاهره دي؟ هتجاوب عليه تقول لي الدواء ده زي الدواء اللي هو البرايزوسين بيعمل الظاهره دي. الظاهره دي معناها ان المريض لما في بدايه استخدامه للدواء او في الايام الاولى بيحس بأورثوستاتيك هايبوتنشن، لما يجي يتحرك من مكانه او يجي يتنقل من الاماكن بتاعته بيحصل بيحس بالهايبوتنشن او هبوط في الدوره الدمويه. وازاي تقدر تتغلب عليها؟ هتغلب عليها عن طريق ان انا اديله جرعات قليله من في الايام الاولى من استخدامه للدواء، او اقول له استخدمه قبل النوم.
مهم قوي السايد افكتس ده يا جماعه، مهم جدا. عندنا حاجه تانية دوكسايزوسين تيرايزوسين، دي حاجات بتستخدم في البراين برستاتيك هايبر بليزيا والهايبر تنشن، والسايد افكتس بتاعها اللي هو الفيرست دوز ده بينطبق عليهم، يبقى السايد افكتس بتاع زيهم زي البرايزوسين تمام. ولكن الاشهر بقى هو ايه لما تيجي تقول له كمثال، هو تقول له البرايزوسين. عندنا الالفيزوسين ده من الحاجات اللي هي بتستخدم في البراين برستاتيك هايبر بليزيا فقط، اوعى تقول انه بيستخدم في الهايبر تنشن تمام. عندنا التامسلوسين، التامسلوسين ده من الحاجات اللي هي موست بريسكرايبد او موست يوزد في السيمبتومز بتاعت البراين برستاتيك هايبر بليزيا، وعرفنا الفرق بين الام ار والاوكاز. وعندنا الدواء مشتق او سوري مش مشتق يعني، ده اخوه في العيله بيشتغل على ريسبتور اسمه الفا 1 اي ريسبتور. يبقى انا لما اقول لك الفا 1 اي ريسبتور انتاجونست معروفه، اول ما اقول لك الفا 1 اي يعني حاجه سيلكتف على البروستات، تقول لي التامسلوسين. في حاجه بقى جديده هو السايلودسين، من الحاجات اللي بتشتغل زيه وزي التامسلوسين. في عندنا بقى حاجات شغاله على البرين سيستيك هايبر بليزيا ما لهاش علاقه بالاوتونوميك نيرف سيستم، او ما بتشتغلش على الاوتونوميك ريسبتورز، زي الفينسترايد والدوتاسترايد والتدلفيل. التدلفيل ده هو سيالس بي ابروفد ان هو يستخدم في الاستخدام ده. عندنا اليوهمبين ده سيلكتيف انتاجونست للالفا 2، بعد كده اتكلمنا على بقى حاجات اللي بتستخدم في الاركتال ديسفانكشن. عندنا السلدنافيل والتدلفيل والفيردنافيل والافانافيل، الحاجه الجديده اللي هي تم استخدامها طبعا. مقارنات كتير وكلام كتير على الحلقه دي، اللي عايز يراجعها طبعا يرجع للحلقه الاصليه للموضوع ده. مهم جدا ان احنا نعرفه. طبعا الفروقات البسيطه بين الثلاث ادويه دي هي الديوريشن اوف اكشن، هي السلكتيفيتي بتاعته على الفوسفودايستريز تايب 5 والديوريشن اوف اكشن واستخدامه مع الاكل. يبقى انا عندي ثلاث فروقات اقدر ان انا اطلعهم من الجدول ده، لو واحد يعمل بوز على الجدول ده ويقدر ان هو يراجع بكل سرعه كده، يعني وقف الفيديو ويراجع بكل سرعه على الجدول ده. ده الخلاصه. الافنافيل ده مهمه انك تعرف حاجه جديده ظهرت للعيله دي، دواء جديد مور رابيد او الفاستر اونست اوف اكشن، يعني في خلال 15 دقيقه هيبدا ان هو الايفكت بتاعه يظهر. مهم جدا ان انا اعرف الاسم ده. البروستاديل ده حاجه بتستخدم في الاريكتال ديسفانكشن، بروستاجلاندين اي 1 انالوج، هنعرف يعني ايه بروستاجلاندين. ده موجود في براند مشهور جدا هو الكفرجكت، وده من ضمن الحاجات اللي هي انجكشن. بابافرين يعني استخدامه نادر قوي. عندنا بقى حاجات بتقفل البيتا، عندنا الاساسي بقى والاسطوره اللي اول دواء تم اكتشافه هو البروبرانولول، اللي حتى هذه اللحظه بيتم استخدامه على نطاق واسع. طبعا دي تعتبر الحلقه اللي هي بتاعه الماضيه، الحلقه الماضيه كنا بنتكلم على البيتا بلوكرز، فمش محتاجين ان احنا نراجعها قوي زي الكلام ده. فممكن ان احنا نقول ما يميز كل حاجه من الحاجات دي، طبعا البروبرانول ده كلام كتير جدا، ممكن ان احنا نقول ما يميز كل حاجه كنا ملخصينها في جدول هنا. ايوه بالظبط كده، الحاجات بتاعت البيتا بلوكرز، حاجات بتستخدم في السي اتش اف، كونجستيف هارت فيلر، كارفيدرول، ميتوبرولول، بيسوبرولول، حاجات في الجلوكوما، تيمولول، بيتاكسلول، كارتيولول، ليفوبيولول، ميتوبرونالول، حاجات في الفايبروميسيتوما، لابيتالول، حاجات في البريجننسي، لابيتالول، حاجات في المايجرين، بروبانالول، ميتوبرولول، نادولول، حاجات في البليدنج ان هم ناس عندهم بورتر هايبرتنشن او الناس عندهم سيروزس، نادولول، بروبانالول، حاجات هايلي سيلكتيف بيتا 1 في النيبيفلول، ليها نيتريك اوكسيد بوتنشيشن افكت يعني بتزود نيتريك اوكسيد، حاجه بتستخدم في الدبريشن او ليها سيروتونين افكت زي السيروتونين كده بتشتغل على الريسبتورز بتاع البنتولول، حاجه شورت اكتنج اللي هو الاسمولول، حاجه بتشتغل على البيتا 2 هو السيليبرول. دي حاجه كده كنا ملخصينها للموضوع بتاعنا. تعالوا بينا بقى نبدا جزئنا الثاني في حلقتنا النهارده، هو الاسئله. عندنا كم كبير من الاسئله اللي هنقدر ان شاء الله ان احنا نجاوب عليهم. الاسئله دي يا جماعه هي اسئله موجوده في كتب مشهوره جدا، احنا مجمعينها وقدرنا ان احنا نجاوب عليها، يبقى هي الاجابات موجوده في المراجع الكبيره. لا احنا ظبطنا الداتا بتاعتنا في فارما جايد، شرحناها كويس. لما نيجي بقى نقرا الاسئله اللي موجوده بره بقى، يعني اللي موجوده في كتب كبيره بره، موجوده في مراجع، موجوده في كتب مشهوره ان هي معروفه ان هي بالاسئله، موجوده في المعادلات، في الامتحانات، في اي حاجه تقابلها بره ممكن تلاقي الاسئله دي متكرره معانا. يبقى الاسئله دي احنا جايبينها من الحاجات اللي موجوده بره مجمعينها كده، احنا قدرنا نجاوب عليها. احنا اللي هم مين؟ اللي هو انتوا واحنا وكلنا مع بعض، لان انا بذاكر معاكم، انا مجرد ان انا بعد الداتا وبشرحها لكم، انا بستفاد وانتوا بتستفادوا. تعالوا بينا احنا الكل بقى كده نجاوب على الاسئله دي. تعالوا بينا نبدا فقره الاسئله.
أول سؤال معايا هنا هو السؤال رقم 41. طب الأسئلة اللي فاتت فين؟ اللي هي من 1 ل 40، الأسئلة اللي فاتت في الجزء اللي قبل ده، لأن ده الجزء الثاني، هو جزء الأوتونوميك نيرفس سيستم. الجزء الأولاني كان الجنرال فارماكولوجي، شرحنا فيه 40 سؤال وذكرنا فيه 40 سؤال. يبقى إحنا هنبدأ إن إحنا بعد ال 40 يبقى 41، لأن إحنا هنمشي بالتسلسل في كتاب فارما جايد كله أو في الفارماتيوب كلها. السؤال رقم 41 بيقول لي أنهي نوع من أنواع الريسبتورز اللي موجودة، اللي هي الأدرينرجيك ريسبتورز اللي موجودة دي، مسؤولة عن الكارديك ستيموليشن لما يجي يحقن الإبينفرين. أنا هشرح السؤال كده بسرعه يعني مجمله علشان وقت الحلقه. يبقى انا هتختار السؤال المسؤول على الكاردياك ستيميوليشن هو البيتا 1 ريسبتور. طبعا سؤال سهل جدا ويعني مفيش اسهل من كده. بعد كده 42 which of the following correct، يعني كل الحاجات دي انهي الحاجه من الحاجات دي صحيحه عن خاص بالاوتونوميك نيرفس سيستم. الحاجه الصحيحه من الحاجات دي هو ان النيورو ترانسميتر في السمباثيك جانجلي هو الاستايل كولين. يبقى انا عندي الجانجلي سواء كانت سمباثيك او بارا سمباثيتك، النيورو ترانسميتر بتاعها هو الاستالكولين. السؤال رقم 43 بيقول لي ايه هو الانزيم اللي بيحصل له انهيبيشن عن طريق دواء اسمه ايكوسايوفيت، هو الاستالكولين ستريز انزيم، والدواء ده بيستخدم في الجلوكوما. السؤال رقم 44 بيقول لي which of the following is correct على regarding somatic motor neurons، يعني انه صحيح من حاجه خاصه بالسوماتيك موتور نيورز هو ان السوماتيك موتور نيورز dont have ganglion. يعني شايفين دي الاسئله دي كلها المفروض ان احنا ممكن نتسأل فيها على في اي، سواء كان في امتحان او في حاجه، يعني زي ما احنا شايفين من شرحنا ومن الحاجات الموجوده مفيش اسهل من كده، ولكن لسه في حاجات يعني ممكن تبقى صعبه شويه. السؤال رقم 45 which of the following is correct، يعني من الحاجات دي صحيحه عن تخص بالنيورو ترانسميتر او نيورو ترانسميشن، نيورو ترانسميتر ريليز من البري سينابتيك نيرف تيرم، برضو من الحاجات الجميله. all of the following statements كل الحاجات من الحاجات دي كلها صحيحه ما عدا حاجه واحده. ايه هي الحاجه واحده دي؟ رقم بي ان الباراسمباثيتك از اكتيفيتد باي سنترال نيرفس سيستم ان ريسبونس سن دروب ان بلاد بريشر. ده يعتبر سؤال صعب شويه محتاج تفكير شويه. ليه الجمله دي غلط والجمل الباقي دي كلها صح؟ ليه؟ لان انا عندي لما بيحصل سادن دروب للبلاد بريشر بيحصل ايه؟ ان البارو ريسبتور والحاجات اللي هي السنسور اللي موجوده زي البارو ريسبتور بتعمل اشاره للسنترال نيرفس سيستم ان هو يقول له ان في عندي الضغط قل، لو سمحت زوده. السنترال نيرفس سيستم هيعمل ايه؟ هيروح للباراسمباثيتك ولا هيروح للسمباثيتك؟ يعني الضغط واطي هيروح للباراسمباثيتك؟ لا، المفروض يروح للسمباثيتك. يبقى الجمله الصحيحه هي ذا سمباثيتك سيستم از اكتيفيتد باي ذا سينس. يبقى الجمله غلط. ليه؟ لان كلمه باراسمباثيتك هي الخاطئه. السؤال رقم 47 بيقول لي ان البوتيولينيوم توكسين بتعمل بلوك للريليز بتاع الاستالكولين. بقول البوتولينيوم توكسين لما تعمل بلوك للريليز بتاع الاستالكولين اللي هيحصل، الاستالكولين لو ما اشتغلش على النيكوتينيك ريسبتور هيعمل سكيلتال ماسل باراليسيس، وده يستخدم من الاستخدامات اللي في البوتولينيوم توكسين موجوده في زي البوتوكس والحاجات دي، بتستخدم عشان سكيلتال ماسل باراليسيس في الرينكلز والحاجات دي. سؤال رقم 48 بيقول لي يعني واحد الدكتور عيون عايز يعمل دايليتيشن للبيوبل، يعني يعمل مترياسس يعني للعين، فقبل الاي اكزاميشن يعني عايز يشتغل على العين الدكتور، وعايز حاجه زي كده تشتغل قبل التشخيص عشان يعمل مدريز. ايه هي الحاجه دي؟ هي الاتروبين. طب الاتروبين ده اللي هو ايه؟ ماسكرينك ريسبتور انتاجونست او انهيبيتور. ده سؤال من الاسئله. السؤال رقم 49 بيقول لي ان في حاجه بتتحط على السكن هي عباره عن ترانس ديرمال باتشز، بتشتغل بتقنيه الترانس ديرم سيربيتك دليفري سيستم. الحاجه دي بتعمل عشان تقلل النوزيا والفومتنج. شايفين سكوبلامين او الهيوسين؟ اوعى تنسى المعلومتين دول. بيستخدم في ايه وموجود على هيئه ايه؟ طيب السؤال رقم 50 في الزهايمر، مرض الناس عندهم الزهايمر، الناس دي عندها ديفيشنسي في كولينرجيك نيورز. مش عايزين بقى نعرف ايه هو المرض والكلام ده كله، ايه انت عايز تسالني في ايه؟ بقول لي ايه هي الحاجه اللي هي ممكن تبقى مفيده للاعراض بتاعه الزهايمر؟ ان انا اقلل الاستايل سوري ان انا ازود الاستايل كولين. ازوده بايه؟ بحاجه تشتغل في البرين ان هي تمنع الاستايل كولين ستريز انزيم عشان الاستايل كولين يزيد. ده الاختيار الصحيح. سؤال رقم 51 بيقول لي واحده ست كبيره عايشه جنب مزرعه او جنب بيتها جنب المزرعه، المهم يعني تعرضت لحاجه كده ايه، يعني شمت حاجه او ليكويد، بلعت ليكويد كده. الليكويد ده احنا مش عارفين ايه هو. بيقول لي الليكويد ده كان جنب السرير بتاعها. يبقى انا عندي دلوقتي ايه هو يعني الراجل ده عايز يوديك لفين؟ بيقول لك جنب مزرعه وسائل، يبقى هي اكيد شربت حاجه من الانسكتسايدز. تمام، مهم جدا على فكره معظم
الحاجات اللي هي الكيزس اللي بتتحط على موضوع الاورجانوفوسفيت او الكلام ده بيبدا بالبدايه دي، يقول لك كان مزارع او في المزرعه، او جابوه الاسعاف وهو كان مزارع او في المزرعه وخد حق. يبقى انت ايه، موضوع بيلمح لك ان هو في اورجانوفوسفيت في الموضوع. طب ايه اللي حصل؟ بيقول لك لما راحت الست دي كان عندها دايريا ويورينيشن اللي هي الدامبلز بقى، الاعراض بتاعت الدامبلز. يبقى انت خلاص كده، يبقى الست دي اتعرضت لايه؟ يبقى السؤال الاختيار هو رقم ايه، ان هي اتعرضت لاورجانوفوسفيت بيستسايد او انسكتسايد او بويزنج، يعني تسممت بالاورجانوفوسفيت. السؤال رقم 52 بيقول البرالدوكسيم كلورايد از ا دراج ذات، عباره عن ايه او شغل ازاي؟ بيعمل ري اكتيفيشن بقى للكولينستريز انزيم اللي عمل له ان حصل له انهبيشن، بيبدا ان هو يعيده او يطلق سراحه مره اخرى. السؤال رقم 53، شايفين يا جماعه يعني الحمد لله ما فيش حاجه لغايه دلوقتي قابلتنا فيها صعوبه، كل الحاجات في نطاق اللي احنا بنشرح فيه واللي احنا استفدنا منه. الاتروبا بلادونا ده عباره عن بلانت بيحتوي على الاتروبين، وبيقول لك كمان ان الاتروبين ده ماسكرونيك انتاجونست. بيقول ويتش اوف ذا فولينج كلاس دراج اور كلاس، يعني انهي من الادويه دي او الحاجات اللي موجوده دي ممكن ان هي تعالج البويزنج بتاعت البلادون او الاتروبين؟ الفايزوستجمين. طب ليه ما اقولش النيوستجمين؟ مع ان النيوستجمين ينفع، لان الفايزوستجمين هيبقى افضل منه. ليه؟ لانه هيشتغل سنترالي وبريفرالي، لان الفايزوستجمين تيرشري بيعدي البلاد برين بارير، النيوستجمين هيشتغل على البريفرال بس. سؤال رقم 54 بيقول لي وي ادمنستر ثيرابيوتيك دوز اوف ا دراج ذات سيلكتيفيتي الانتي كومبتيتيف بلوك ذا بوست سيناتيك الفا ادرينرجيك الفا 1 ريسبتور، يعني في حاجه بتقفل كومبتيتيف يعني بتتنافس، يعني في كومبتيتيف في الموضوع على الفا 1. ات هاز نو افكت على البري سينابتيك الفا 2، يبقى مالهاش افكت على البري سينابتيك الفا 2 يبقى، او البيتا ريسبتور. يبقى في حاجه، بيقول لي في حاجه شغاله على الفا 1 بس، ايه هي بالحاجات دي كلها اللي شغاله على الفا 1؟ هو البرايازوسين. الرايت دريم ده ايه؟ توكوليتيك دراج، يعني ايه؟ يعني بيستخدم في البريماتور ليبر. انا عايزك تعرف اربع سوري كلمتين او جملتين، الجمله الاولى عن الرايت درين توكوليتيك دراج، الجمله الثانيه بريماتور ليبر، بس خلاص لو سالك فيه مش هيسالك غير في الحاجتين دول. طب السؤال رقم 56 ذا نون سيلكتيف بيتا ادرينرجيك بلوكينج ايجنت ذات از اولسو كومبيتيتيف انتاجونست على الالفا 1، ايه هي الحاجه اللي كومبيتيتيف انتاجونست على الالفا 1 والبيتا؟ هو لابيتالول ميكسد انتاجونست. نيجي بقى لسؤال 57، ده يعتبر من الاسئله الصعبه. ليه؟ هو مش صعب، هو سهل ولكن صعب، لان انت ممكن تبقى ناسي اللي اتشرح في الجزء اللي فات، جزء الانترودكشن او جزء الجنرال فارماكولوجي، لان السؤال ده ربط بين الاثنين، بين الانترودكشن وبين الاوتونوميك نيرفس سيستم. ازاي ربط بيهم؟ وعلى فكره السؤال ده من الاسئله الجميله، يعني بصراحه من الحاجات الجميله جدا. ليه بقى؟ نقراه واحده واحده كده ونفهم. بيقول لي في رسمه قصادي هنا، الرسمه دي عن طريق الافكت واللوك دوز، بيقول لي ان النور ابنفرين ده هو الاكس، يعني الاكس دي هي النور ابنفرين، تمام؟ لما بيشتغل على الفاسكولار سموث ماسل بيعمل كده، يبقى الاكس دي كده اشتغلت على الفاسكولار سموث، ده الافكت بتاع الاكس اللي هو النور ابنفرين. بيقول لي انا رحت عامل له كومباينيشن بين دوايين، دواء اسمه اي ان سي، يبقى اكس زائد اي ان سي، الافكت بقى كده، يبقى هو في الاول كان كده بقى كده. قال لي في كومباينيشن تاني عملته بين الاكس زائد اي سي بقى كده. المفروض ان انت تعرف ايه هم الدوايين دول، الدواء اللي هو اي ان سي والدواء اللي هو اي سي. الرسمه دي لو نتذكر كده الجنرال فارماكولوجي، لما جينا نعمل مقارنه بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف، والمقارنه دي قلنا عليها مهمه، رسمنا رسمه قلنا ان الدواء اللي هو كومبيتيتيف اللي هو فيه تنافس بينه وبين الدواء بيبقى بارلل، يبقى الشورت بتاعه في الافكت بارلل للافكت الاصلي. اما النون كومبيتيتيف اللي هو ما بيبقاش بارلل، يبقى انا اقدر استفاد في الموضوع ده ان انا عندي ان الاي سي ده، الدواء الاي سي ده هو عباره عن دواء كومبيتيتيف، يعني فيه تنافس لان هو بارلل في الافكت بتاعه، لان فيه تنافس بينه وبينه، فبالتالي اتاخر في الدوز بتاعته او محتاج دوز كبيره من الاكس عشان يدي نفس الشغل بتاعه، تمام؟ اما هنا ما فيش الافكت في الدوز، ما فيهوش اي مشكله في الافكت، في الاثنين بيخرجوا من نفس البوينت، فبالتالي ما هوش بارلل للافكت الاصلي، يعني الشورت ما بقاش بارلل، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان الدواء ده هو نون كومبيتيتيف. فبيسالني هنا في السؤال بقى، في السؤال ده بيقول لي الاي ان سي ده، الدواء الاي ان سي ده هو عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي هنا الاجابه بتاعت الدواء اللي هو اي ان سي، هو الفينوكسيبنزامين، هو ايريفيرسيبل نون كومبيتيتيف، هو ده يعتبر اقوى حاجه من الحاجات اللي هتشتغل وهتدي الافكت ده.
بعد كده السؤال رقم 58 بيقول لي حاجه ريفيرسيبل كونستنس انهبيتور بتشتغل في الزهايمر ديزيز هو التكرين. وقلنا نعرف الاربع ادويه يا جماعه بتوع الزهايمر ديزيز، تكرين، دونيبزي، رايفاسيجمين، جالانتامين. عندنا السؤال رقم 59 الادويه از سكيليتال ماسل، حاجه بتشتغل از سكيليتال ماسل ذات ار موست سنسيتيف ذا اكشن اوف تيوبوكرارين. ايه هي العضلات الاكثر حسيه او اكثر بتحس بالتيوبوكرارين؟ هي عضلات ايه؟ الهيد والنيك والفيس اللي هي بتبدا بيها الريلاكسيشن. وقلنا الريلاكسيشن ما بيحصلش في كله مره واحده. سؤال رقم 60 بيقول سكيلت المصر ريلاكسنت دايركت اكتنج على الدايركت ميكانيزم اوف اكت، يعني الميكانيزم بتاعه دايركت على الكونتراكتايل ميكانيزم اللي هو الكالسيوم، يعني دايركت من الكالسيوم انهبيشن هو الدانترولين، وعرفنا ميكانيزمه قلنا هو الدايركت كالسيوم انهبيشن من الساركوبلازميك ريتيكولم. قلنا في السؤال رقم 61 تفاعل سايد افكتس ممكن يبقى دينجرس للنادولول لو تم استخدامه عند ناس عندهم سستيبتبل، الناس الحساسين او اللي عندهم حساسين من ايه؟ يعني الناس عندهم ايه؟ ازماتيك، الناس اللي هم عندهم ازمه ما ينفعش ياخدوا نادولول لان النادول ده هو النون سيلكتيف، فهيشتغل هيقفل بيتا 2 فبالتالي ممكن يتعرض لنوبات الازمه. سؤال رقم 62 all of the following drugs are used topically في علاج الجلوكوما، انه من الادويه اللي كلهم في الجلوكوما ولكن انهي واحد فيهم بيقلل الانترا اوكلر بريشر نتيجه يقلل الفورميشن؟ كلمه الفورميشن دي متعلقه بالبيتا بلوكرز اللي هو التيمولول. سؤال رقم 63 which of the following anti muscarinic drugs used by inhalation، يستخدم في الانهاليشن في البرونكيال ازمه. انتي ماسكارينيك انهاليشن عندي دوايين احفظهم كويس، ابراتروبيوم وتايتروبيوم. سؤال رقم 64 which of the following بيتا 2 agonist بيستخدمه مره واحده في اليوم؟ بيتا 2 مره واحده في اليوم يبقى انا اقصد بيه الترا لونج اكتنج الاندكاتيرول. The cholinesterase inhibitor used في الدياجنوزس، دياجنوزس شورت اكتنج ادروفونيوم، ادروفونيوم اعرف فيها ايه؟ كلمتين شورت اكتنج دايجنوز. على فكره يا جماعه لو واحد عايز الموضوع سهل والله، الفارما والاوتونوميك يعني الحمد لله الواحد كان بيعتبره من الاجزاء السهله لان كل حاجه وليها ما يميزها عن التاني، واعمل كده خريطه في دماغك للادويه الدنيا هتبقى ان شاء الله تمام معاك. which of the following is correct regarding neuromuscular، انهي من الحاجات دي متعلقه بالنيوروماسكولار بلوكرز اللي هو الكولينستريز انهبيتور ريديوس ذا افكت اوف نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكر. ده من احد الدراج انتر اكشن بتاع نيوروماسكولار بلوكر لما قلنا الدراج انتر اكشن تعرفهم كويس. سؤال رقم 67 ذا دراج اوف تشويس في تريتمنت انافايلكتيك شوكس ابينفرين، از ذا دراج اوف تشويس في الانافايلكتيك شوكس تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، يعتبر في فانكشنال او فيسيولوجيكال انتاجونيزم للهستامين لكذا كذا كذا كذا. سؤال رقم 68 which of the following is correct regarding drug interaction non depolarizing، هنا بقى بيسالني على الدراج انتر اكشن برضه. انا عندي حاجتين، النون ديبولارايزنج اعرف الدراج انتر اكشن، الديبولارايزنج اعرف السايد افكتس اللي بتبدا ب برولونجد ابنيا وتنتهي ب بالهايبر سيرميا. عندي ادرس رقم 68 بيقول ان الامينو جلايكوسايد بيزود الايفكت، كلام مظبوط لانه بيزود الاستايل كولين ريليز، بيقل سوري بيقلل الاستايل كولين ريليز فبالتالي هيزود الايفكت بتاع النون ديبولارايزنج نيورو ماسكول بلوكرز. رقم 69 بيقول لي واحد عنده 35 سنه عنده فايكروموسايتوم بيتعالج باللابيتالول، بيقول لك الميكانيزم بتاعه ايه؟ ميكسد يا عم، بيقفل الالفا 1 والبيتا ريسبتورز. عندي السؤال رقم 70 16 راجل عنده 16 او طفل عنده 16 سنه عنده برونكال ازمه حصل له تريمور، طب ايه هي الحاجه اللي تعمل تريمور ده؟ يبقى بيتا 2 سالميترول. which of the following agents should be should a patient take for stuffy او runny nose؟ اوكسيميتازولين، حاجات بتشتغل في راني نوز او الكونجيشن والكلام ده كله. 72 which of the following beta blocker drugs most widely used في البريفنشن بليدنج في الفينز ان بيبل ويز بورتال هايبرتنشن كوزد باي سيروزس، هو النادولول اكتر دواء من الادويه النون سيلكتيف ممكن البروبرانول يشتغل او يستخدم ممكن، ولكن هو مش موجود في الاختيار، يبقى انا عندي دواء اكتر استخداما في الحاله دي وعرفنا تفسيرها ليه في الحلقه الماضيه. السؤال رقم 73 طفل عنده 10 سنين عنده هايبر اكتيفيتي، طفل عنده 10 سنين هايبر اكتيفيتي، يبقى انت بتلمح لي على مريض او طفل مريض بالاي دي اتش دي، افضل دواء يتم استخدامه هنا هو الميثايلفينيديد. سؤال رقم 74 which of the following phosphodiesterase type 5 inhibitors act rapidly faster onset of action، انا عندي دول كلهم phosphodiesterase type 5، اللي عامل ابديت للمعلومات واللي عنده ابديت هيعرف ان الدواء الجديد اللي هو تم ابروفد في 2012 هو الافانافيل هو الفاستر اونست اوف اكشن. سؤال رقم 75 which of the following agent might mask the hypo
جلايسيميا ان تريتد دايابيتكس. مهم جدا الحته دي، تعرف ليه النون سيلكتيف بيتا بلوكرز بتعمل ماسكينج للهايبوجلايسيميا افكت. واحد عنده مريض عنده سكر بياخد انسولين تايب 1 بياخد انسولين، لما لو جه خد نون سيلكتيف بيتا بلوكرز الهايبوجلايسيميا اللي بتحصل له هيحصل لها ماسكينج، يعني السيمبتومز دي هيحصل لها ماسكينج. ليه؟ لان الثلاث حاجات قلتهم ممكن انت تراجع عليهم وايه وتعرف. سؤال رقم 76، واحد عنده 66 سنه عنده سي اتش اف بتعالج بالدوبيتامين، ميكانيزمه ايه؟ ده بيتا دو اجونست شورت اكتنج امينوسترويد، بيستخدم شورت اكتنج امينوسترويد، شورت اكتنج امينوسترويد رابكيرونيوم، شورت اكتنج امينوسترويد هو الرابكيرونيوم. سؤال رقم 78، مديني شويه ادويه وهيسالني في التو كيسز هنا. اول واحده بيقول لي واحد عنده 65 سنه بيعاني من مشاكل في الرؤيه، عمل فحص في الشبكيه والاوبتيك، شاف الاوبتيك نيرف والكلام ده كله في الشبكيه لان في مشاكل في الاوبتيك نيرف. قال لك ليه يا عم؟ ده انت عندك ضغط العين مرتفع. طب ضغط العين مرتفع هنديك ايه؟ هنديك تيمولول، لان ده يعتبر من الحاجات اللي بتقلل الانترا اوكلر بريشر. الكيس الثانيه بيقول لي واحده عندها 30 سنه يعني هتعمل عمليه جراحيه، فهتاخد الانستيزيا، و لما عملت يعني هتعمل لها عمليه جراحيه فهتاخد الانستيزيا، فالمفروض ان هي هتاخد حاجه تعمل لها ايه؟ باراليسيس للسكيلتال ماسل. بيقول لي ايه هي الحاجه اللي هتستخدمها دي عشان تعمل باراليسيس للسكيلتال ماسل؟ هي نشوف بقى اي حاجه هنا. في هي رقم اف هو الاتراكوريوم، ده يعتبر نيورو ماسكر بلوك. السؤال رقم 79 في هنا ماتش، ان انا هوصل دي بالعمود اشوف ايه اللي بيميز الدواء ده من الحاجات دي واختاره. بايلوكاربين زي ما احنا شايفين هنا في الجلوكوما، يعني مش محتاجين ان احنا نقرا الكلام ده، لو عملت هنا بوز للفيديو هتقدر ان انت تراجع المعلومات، ولكن ممكن ان احنا نقول على السريع مثلا في نديت هنا في الاي دي اتش دي بروبرانولول بيستخدم في السيروتوكسيكوزيس لانه بيمنع التي 3 4 وبيستخدم ان هو بيعمل بيعالج السيمبتومز بتاع السيروتوكسيكوزيس. رايتودرين بيستخدم في بريماتور ليبر سالنا قبل كده، لابيتالول بيستخدم في فايكروميسيدوما سالنا قبل كده، اللوفكسيدين ما تسالناش قبل كده، في ان هو بيستخدم في الوزدرول سيمبتومز للهيروين ديبندنس، الميرابيجرون ده حاجه شغاله على البيتا 3 حاجه جديده ده ما تسالناش فيه قبل كده، الفلافوكسيد ما تسالناش فيه قبل كده، هو بيستخدم في الانترستيشال سايتس الناس عندهم مشاكل في الانفلاميشن والتهابات في المثانه بيعمل لهم مشاكل في التبول. عندنا المودافينيل سؤال رقم 10، ويكفولنس بروموتنج ايجنت ما تسالناش فيه قبل كده، الدايبيفيفرين ما تسالناش فيه قبل كده، ان هو من الحاجات اللي بتستخدم في الاوبن انجل جلوكوما، الالبروستاديل بيستخدم في الحاجات في الاريكتال ديسفانكشن، السايلودوسين هو من زيه زي التامسلوسين، والناس مش ما تبقاش متعوده ان هي تشوف التامسلوسين، لا ممكن نسال في حاجه ثانيه. السايلودوسين هو زي التامسلوسين هيستخدم في سيلكتيف الفا 1 اي ريسبتور انتاجونست. يبقى الحاجات اللي ما تسالناش فيها حاولنا ان احنا نجمعها هنا. السؤال رقم 80، حاجه بتستخدم في ايه؟ في الكويت سموكينج، هو الفارينكلين تشامبكس او تشانتكس، دراج بيستخدم في شوجيرن سيندروم، سيفيميلين هو ايفوكسيك. السؤال رقم 82 بيقول لي 75 سنه رجل بيدخن، تم تشخيص انه عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بيعاني من مشاكل في بيحصل له برونكوس بازم كل فتره لفتره، نديله ايه بقى؟ ابراتروبيا. بيقول له البرولونجد ابنيا، في بعض الاوقات بتظهر عند الناس اللي عندهم مشاكل في السكسنايل، عند الناس اللي بياخدوا سكسنايل كولين. ايه بقى المشكله بتحصل؟ ايه هم الاشخاص اللي بيحصل لهم مشاكل؟ زي ما احنا اتفقنا البرولونجد ابنيا بتظهر الناس اللي عندهم مشاكل في الانزيم اللي هو بلازما استال كولين ستريز انزيم، لما بيجي ياخدوا السكسنايل كولين. السؤال رقم 84 بيقول لي واحد عنده 50 سنه دخل الطوارئ، ودخل الطوارئ ده في عنده مشاكل، في عنده يعني فقد الوعي، الهارت ريت بتاعه 45 والبلاد برشر بتاعه 80 على 40، بيقول لي ان هو بيحصل له سويتنج وسلايفيشن والكلام ده كله، يبقى انا عندي مشاكل هنا. ايه هقدر ان انا اعالج السويتنج والسلايفيشن؟ ان انا ادي له حاجه بتمنع السكريشن اللي هو الاتروبين. عنده براديكارديا، عنده ليه 45 ضغطه في 45 ضغطه والبلد بريشر بتاعه عنده 80 على 40، يبقى انا هدي له اتروبين، يبقى انا اقدر اعالجه بالدواء ده. سؤال رقم 85، دراج يوز في البرام بروستاتيكابل ويز سيلكتيف الفا 1 اي انتاجونست تامسلوسين. عندنا سؤال رقم 86 بيقول لي بيتا بلوكر افكتيف الناس عندهم ازمه، لان هو ليه برونكو دايليتيشن افكت، هو سليب رول. عندنا ويتش اوف ذا فولين فوسفات دايستريز تايب 5 انهبيتور اللي هو في الاريكتال ديسفانكشن بيستخدم الاريكتال ديسفانكشن لونجر ديوريشن في اكشن، هو التدفل اللي هو السيالس. السؤال رقم 88 بيقول لي مريض عندك مريض ضغط، المريض ده جات له مايلد ازمه، فبالتالي ابتدى يبحث على حاجه هيربل حاجه اعشاب يعني
لاونلاين، يعني بيشوف عن سواء كان على النت او على التلفزيون، بيبدا يبحث على حاجه بتعالج الازمه اونلاين. ابتدى ياخد، هو اصلا بياخد بيتا 1 بلوكر لان هو مريض ضغط فعنده هايبرتنشن. بعد ما ابتدى ياخد العلاج العشبي اللي هو المفروض جايبه اونلاين شاريه من على النت او كده علشان يعالج الازمه، ابتدى ضغطه يبقى مرتفع مع العلم ان هو بياخد بيتا 1 بلوكر. بيقول لي ايه هو الحاجه الهيربال دي اللي هو اخدها. طبعا يا جماعه لو الخيار الصحيح هو الايفيدرين، الايفيدرين ده طبعا الحاجات العشبيه اللي ليها ميكسد اكتنج، هتشتغل دايركت وان دايركت. هو عنده ازمه فبالتالي خد العشب ده عشان يعالج الازمه، فعلا الازمه هتروح لانه هيشتغل، هيعمل ستيميليشن للبيتا 2 ولكن كمان هيعمل ستيميليشن للبيتا 1 بالدايركت والان دايركت ميكانيزم. فبالتالي مهما كان هو بياخد البيتا 1 بلوكر، فبالتالي ضغطه هيزيد عن الطبيعي، وهو ده الخيار الصحيح. السؤال رقم 89 اخر سؤال معايا، بيقول لي which of the following is correct regarding beta blockers. هنلاقي الاختيار الصحيح الاول هو treatment with beta blockers should not be stopped abruptly، يعني ما ينفعش نوقف البيتا بلوكرز، العلاج بتاعها نوقفه فجأة، لازم يتوقف gradually. ودي يا جماعة طبعا بعد لما انتهينا من تسجيل الحلقة هنشيل الماركة او العلامة الصفراء او التظليل الاصفر ده، وهنبدأ الانسرز هنكتبها زي ما احنا اتفقنا في الجدول اللي قصادنا ده. اكتفينا ان احنا نبقى موجود 89 سؤال، 89 من 41 ل 89، يعني حوالي 49 سؤال شرحنا 40 قبل كده في الجنرال فارماكولوجي و 49 سؤال في الاوتونوميك نيرف سيستم. اكتفينا ان احنا نبقى 49 فقط، ما نبقاش 50 عشان نحط ايموشن او السمايل دي. اتمنى يا جماعه ان الشرح يكون عجبكم. اي حد عنده اي مشكله ممكن يتواصل معايا، لو في سؤال لو في اي حاجه يتواصل معايا ان شاء الله نقدر انا وهو ان احنا نوصل لحل او نحل المشكله دي، او سواء كانت سؤال او اي حاجه مش فاهمها. ده بالنسبه للانسرز بتاعت الاسئله اللي قلناها دي كلها. بالنسبه للريفرنسز بتاعت الاوتونوميك نيرف سيستم شابتر، يعني احنا اتفقنا يا جماعه ان الناس كان في الاول بتقول ايه هي الريفرنس او الحاجات اللي بنجيبها دي، المين ريفرنس يعني المراجع الاساسيه اللي بتبقى على طول معانا ان احنا بنراجع منها الداتا اللي موجوده دي كلها، سواء كانت الاسئله او الداتا اللي موجوده. طب في بعض المعلومات الموجوده او الموضوعات الموجوده بيبقى الريفرنس بتاعها مش ما بيبقاش ممكن يبقى متدرج هنا، يعني مثلا بحث اتعمل ان في حاجه كذا اتكلمنا عليها مثلا معلومه كده سطرين ثلاثه ان دي نتيجه بحث، واحنا بنشرح في الحلقه قلنا مثلا ان ده بحث، وعلى طول واحنا بنشرح بنقول مصدر الحاجه واحنا بنشرحها. طب الحاجه دي البحث ده مش موجود، لان انا مش معقول كل حاجه بنجيبها هنكتبها، يبقى احنا محتاجين نكتب عدد صفحات كتير في كل شابتر كريفرنس للشابتر، فاحنا بنكتب الريفرنسز الاساسيه. طيب في حد من الإخوة الأفاضل اللي بيتابعنا عايز يعرف مصدر أي معلومة من المعلومات اللي احنا ذكرناها دي كلها، يتواصل معايا، ده لينك الفيسبوك، يتواصل معايا برسالة، أكون شرف كبير ليا طبعا ان انا اتواصل معايا، وان شاء الله اي مشكلة او اي حاجة عايز ريفرنس معين لمعلومة اي حاجة ان شاء الله نقدر ان احنا نبعتها، ويبقى في اقتناع تام بالمعلومات اللي بنقولها. كده يا جماعه بقى احنا حلقتنا انتهت. جزء الاوتونوميك نيرف سيستم اللي هم بيقولوا، هم اللي بيقولوا بقى مش احنا، هم اللي بيقولوا ان ده اصعب جزء من اجزاء الفارماكولوجي، الجزء مر بكل سهوله. جبنا الاسئله، وجدنا احنا كلنا وجدنا كده قدامنا بنهايه حلقه الاسئله ان الاسئله سهله، ايه المشكله؟ اسئله جميله ما فيهاش اي مشكله، لا هي دي الاسئله اللي موجوده كلها، يبقى احنا مش متعمدين ان احنا نختار اسئله سهله، لا يا جماعه هو ده الواقع، هي دي الاسئله. تمام، طول ما انت مذاكر الاوتونوميك كويس والريسبتورز في دماغك وكل حاجه شغاله في دماغك، تيقن تماما ان الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل، والفورمه هتبقى اسهل ماده من المواد بخلاف ما بيقولوا عليها ان هي ماده من المواد الصعبه. اتمنى يا جماعه الحلقه تكون عجبتكم، واعتذر جدا على الاطاله في هذه الحلقه. ان شاء الله في الحلقه الجديده هنبدا شابتر جديد ونبدا موضوع جديد. اتمنى يا جماعه ان الموضوعات القديمه دي عجبتكم، واتمنى ان شاء الله الموضوعات اللي جايه باذن الله ربنا يوفقنا ويسهلها لنا ان احنا نقدر نوفرها، يبقى سهله وسهل عليكم وتعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، كان معكم دهشان حسن دهشان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.